أصدر المجلس الأعلى للصحافة والإعلام تقريره عن رصد تجاوزات مسلسلات وبرامج الثلث الأول لشهر رمضان، بعدما بدأت ملامح سباق الدراما الرمضانية على الفضائيات المصرية الخاصة تتضح معالمها رويداً رويداً. أوضح التقرير أنه تم رصد كم من هائل من التجاوزات اللفظية والشتائم والسبابة الذي وصل إلى درجات غير مسبوقة من الضجاجة والوقاحة والخوض حتى في أعراض الأمهات. مراتي اللي هي دي بتتشال، وارتباط العرض بإشارة فوق 18، حيث تعمدت بعض المسلسلات عرض الكثير من المشاهد المنافية للآداب مثل مشاهد غرف النوم الفجة ومشاهد التحرش الجنسي أو مشاهد لنساء تراود الرجال عن أنفسهم، وكذلك ارتداء ملابس مكشوفة. كما أن بعض المسلسلات عرضت مشاهد تحوي دروس مجانية في كيفية تناول المخدرات ولجوء الفتيات الساقطات لطرق الغش الطبي للعودة إلى بكارتهن مرة أخرى. مستقولي عندي الهندي 480 وعندي تايلاندي 800 وفي حاجة صيني 300 جنيه. وعرض طرق التشاجر بالأسلحة واستخدام العنف لحل أي خلاف، وشرح طريقة سرقة الملفات والصور الخاصة من الهواتف المحمول التي يتم بيعها لابتزاز أصحابها، كذلك كيفية الانضمام لداعش وشرح طرق التجارة بالبشر وبالأعضاء وكيفية التحرش بالصغار. من ترغبنا في الانضمام إلى جهاد النكاح وهو جهاد لإحصان الجنود من المنكر، يتفضلوا على الطاولة اللي على جهة اليسار. بس هذا هو، امشي. ناهيك عن الأخطاء التاريخية والفنية كمشهد تقبيل مصطفى النحاس ليد الملك فاروق، وهو الأمر الذي نفاه تماما خبراء تاريخ هذه الفترة، وفساد نواب البرلمان، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية التي قدمت إساءة واضحة لعدة مهن، وعلى إثرها تم تقديم عدة بلاغات رسمية ضد تلك الأعمال. أو محامي بثلاثة ساخ يطلع لك ثغرة في القانون ويبوظ لك كل اللي انت عملتيه. انت هنا حتة ممرض تنفذ اللي يطلب منك وبس يا دكتور. انت تسكت خالص. ايضا كان النصيب الاوفر من كم التجاوزات التي رصدها المجلس ضد برامج التسلية والفكاهة الرمضانية لما يحتويه من كم هائل من الشتائم والتجاوزات اللفظية الفجة من ضيوفهم بعد التعرض للمقلب الذي يقعون ضحية له، ولأنه يعد شروعا في قتل الضيوف الذين يقعون ضحية متهما مقدمه بالجنون التام. فهل تهدف الهيئة الوطنية للإعلام من رصد تلك التجاوزات من أجل ضبط خدمات البث والإنتاج التلفزيوني وإلزامها بأداء مهني رشيد، أم يعد هذا قيدا واضحا لحرية الفن وضغوطا على حرية إبداع صناع الدراما والإعلام؟ انا هاكل زهامي. انا اعرفك منين عشان انا بتاع البرامج بتغريدي برامج ايه دي؟ لا بس يا جدعان قول انك كاسب. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء نستكمل بها ما بدأنا في مناقشته بالأمس. صحيح ناقشنا معكم من قبل كل ما يتعلق بالانتقادات السنوية التقليدية التي توجه إلى الأعمال الفنية في رمضان، هي اتهامات تقليدية، اتهام المسلسلات بالدعوة للفسق والفجور واستخدام الشتائم، بالإضافة إلى اتهامات الدجل والشعوزة وتعليم الناس البلطجة والعنف. هي اتهامات سنوية وموسمية مع كل رمضان توجه دائما للمسلسلات، لكن المناقشة اللي بدأناها بالأمس كانت بتتعلق بأول تقرير يصدر عن المجلس الأعلى للإعلام، وهو المجلس الذي ينظم الإعلام
الآن ويحافظ على ميثاق الشرف الإعلامي. وبالتالي أول تقرير كان لابد أن نناقشه. التقرير استخدم مشاهد من بعض المسلسلات، من برامج المقالب، من الإعلانات أيضا. هذه المشاهد تجمع بين ما هو سياسي وما هو يتعلق بالإسفاف الجنسي حسب ما أسماه. هل ده يقيد الأعمال الفنية؟ هل الأعمال الفنية لا يجب أن تحاكم أو تقيم بمنطق الاجتزاء، اجتزاء مشاهد، ولا بسبب الاتهامات اللي بتوجه لمسلسلات رمضان دائما كانت هناك الحاجة إلى أن يتم التعامل مع الأعمال الفنية بهذا الشكل؟ هكمل المناقشة مع ضيوفي، أقدمهم من جديد: الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. دكتورة هدى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. عضو مجلس النواب الأستاذ أحمد مصطفى الفرجاني. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ المشرف. أستاذ طارق الشناوي الناقد الفني الكبير. أستاذ طارق أهلا بيك. أهلا بيك. والأستاذة صفاء الليثي الناقدة السينمائية الكبيرة. أستاذ صفاء أهلا بيك. أهلا بيك. خلينا أستاذ أحمد، كعضو مجلس نواب أنت متضامن مع المجلس الأعلى للإعلام، هقول تاني، ضيوفي شايفين أنك أنت لما تطلع، وأنا لسه هشوف بعض المشاهد كده، مشهد مشهد، جملة جملة، ده ما ينفعش مع الأعمال الأدبية والفنية. لو هتمسك أي عمل أدبي أي عمل فني هقول ده في مشهدين ثلاثة، ده في جملتين ثلاثة، ولا انت شايف ان ده لابد من اعماله مع الاعمال الفنية على الشاشة التلفزيونية اللي بتدخل البيوت الآن؟ هو انا طبعا يعني حضرتك النهاردة لما وزارة التضامن الاجتماعي ترصد 10 مليون جنيه عشان المسلسل او الفيلم اللي ما تلاقيش فيه بس يعني صورة تدخين، تخيل في مصر ما لقيتش ولا مسلسل او فيلم تصرف له 10 مليون جنيه، الحد اللي وصلنا ليه ده التدخين بس، ده بس عشان التدخين. يعني احنا حضرتك النهارده ما نلاقيش فيه ازازه بيره ولا ما نلاقيش فيه بتاع حد يعني انت يعني حضرتك متخيل وصلنا لدرجه ايه؟ يعني احنا وصلنا لدرجه من الاسفاف والانحطاط لا تتخيل. لما النهارده بيسالوا الفنان العظيم محمد صبحي وبيقولوا له ايه رايك في الـ في الـ ما يقدم، كان معانا في الحلقه امبارح، قال ايه؟ قال ان اللي بيقدم ده اسفاف مش حريه ابداع. في فرق كبير بين حريه الابداع والاسفاف، ان ده اللي قالها باللفظ الواحد. العلاج كل ده بالفرز، المشاهد بيشوف ده ويشوف ده ويشوف ده، هيقول لك ده اسفاف، ده عمل جيد. النهارده في دراسات اتعملت، واخد بال حضرتك، في دراسات اتعملت بيقولوا ان بعد انت النهارده ما بتقعد تتفرج على الانترنت او التلفزيون، بعد بالظبط ساعة بتسلب 80% من ارادتك. يس. يعني حضرتك خلينا نتكلم لعبة البوكمنت ده اللي بتتلعب دي، حضرتك اتفضل كده شوف، ابتدي العب كده، عارف تبص تلاقي لو الكاميرا اتوجهت على جسم اي حد مثلا او واحدة ست او بتاع، هو رايح لها متجه مباشر، خلاص مسلوبة الارادة بتاعته، ارادته مسلوبة. بس قضية تانية، تأثير التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية والإنسانية النهاردة حاجة تانية. قضية تانية، خلينا نتكلم وقت عن دراما تلفزيونية. الدراما التلفزيونية النهاردة الدراما النهاردة مش الحياة فيها خيانة وفيها مخدرات، حضرتك قتل وفيها خيانة مخدرات. حضرتك النهاردة دي حالة، حضرتك النهاردة طلعت كل ستات مصر مع احترامي خائنات عاريات. للأسف احنا عندنا احسن بكتير يا جماعة، انتوا بتتكلموا بدولة على دولة بحجم مصر. انت النهاردة حرية الابداع، انا ما بتكلمش على حرية الابداع، هو دي حرية ابداع؟ ده انت بتسميه حرية ابداع؟ حضرتك نفسك مقتنع بالله عليك؟ حضراتكم مقتنعين بالفكر؟ مقتنع ده. يا استاذ هو عايز يعني انا هو بيقول لك بتطلع المسلسلات بتطلع أنا كل ستات مصر، انت راضي؟ انا عايز خائنات منحلات. يعني اولا التعميم مش صحيح. الجزء الثاني ردا على الكلمه اتقالت امبارح، الابداع، لا مصر لم تنضب، والشاشه الصغيره التقارير بتاعت الاساتذه بترصد اخطاء، لكن كمان انا بعيني ارى قدر من الجمال زي وقت الغروب، زي هذا المساء، زي الاعلى سعر، زي الحساب يجمع وغيرها، اكيد في حاجات ظل الرئيس، كلها في شاشه وفي كاتب وفي مخرج، فالإبداع لم ولن
بس كل الأعمال اللي أنت قلت عليها دي وجدتها أيضا في تقرير المجلس الأعلى للإعلام. حتى واحد الغروب. واحد الغروب. طب نشوف. أستاذ بهاء طاهر. طب نشوف كيف تعامل المجلس الأعلى للإعلام مع يعني هو مسلسل ومأخوذ عن رواية بديعة للمبدع الكبير الأستاذ بهاء طاهر وهي واحد الغروب اللي هي بتعبر عن حتى ما يحدث في الواحات بس من خلال ضابط شاب كان مؤيدا للثورة العربية وفي لحظة خزي باع الثورة حتى ينجو بنفسه واعترف بأنها هوجة وبأنه عرابي كان عاصيا فلحظة الخزي دي عايشة معاه يعني رواية بديعة لكن مع ذلك المجلس الأعلى للإعلام تعامل معها بمنطق الاكتزاء وطلع المشهد اللي هنشوفه ده. اسكندرية اتدكت في نهار واحد نهار واحد الكبار اتضحوا بالصغيرين وبالبلد كلها ولاد الكلب حطونا في وش المدفع والدار مدافع الإنجليز جبارة مدافعنا جنبها بومب البحر جاي جاية منه النار ما بترحمش والناس الناس بتجري في الشوارع مش عارفة تروح فين العيال ماتوا قدام عينينا ما قدرناش نحميهم ماتوا شهداء يا سيدي هيدخلوا الجنة إن شاء الله إن شاء الله عساكر الإنجليز هزمونا بقوا ماشيين وسطينا في الشارع يدبوا بجزمهم كده على أرض اسكندرية إن شاء الله مش هيقدر يكمل مصر يا سيدي طيب هنا أستاذ طاهر عشان كنت بنتكلم يعني بيعتبر أنه ده مشهد لا يجب أن يدخل البيوت إزاي؟ في تصنيف رقم 2 أنا مش شايف أنه كاملة المخرجة كاملة أبو زكري مقدمة بإبداع فني ووصلت الرسالة اللي هو دي اللي كان عليها المعالجة فكرة المعالجة هنا أيوة. معالجة مظبوطة للمشهد كان ممكن طبعا لو مخرج تاني كان هيفكر بفكر تاني إنما هي كمخرجة فكرت بالحالة دي وقدمت المشهد اللي أنا شايف إنه وصل معرفش المجلس الأعلى شاف إنه ده خادش للحياة أو إيه دي تبقى مشكلة عند المجلس لكن فنيا انا شايف انه مشهد الحقيقه كان ينبغي تحيه المخرج عليه مش بس حتى المنهج اللي هو منهج ده مشاهد ده انت ضده طبعا ما معناها طبعًا انك انت مش شايف غير ده طب واللي قبله كان ايه واللي بعده كان ايه المجلس قال كده قال انه هيتم الالفاظ فيها غرامات ماليه كبيره ده الخطا يعني. ده 200,000 جنيه ما كده في خطا اساسا طب مش جاي ازاي يخلي اي منتج يقول لك اذا كان انا جملتين ثلاثه هدفع فيهم 5-6 مليون ده هيحولنا لناس مرتعشين يعني المبدع هيبقى مرتعش لان خد بالك داخل انت في راس مال هيخاف ينتج لا بلاش المشهد ده بلاش تطلع رقاصه بلاش تطلع مشهد ما تعملش مشهد جنسي ما تحطش خمره ما تحطش وبعدين كم الممنوعات دي هتخلق ايه هتخلق فن معقم الفنان العظيم محمد صبحي رد عليك على الكلام ده طيب انا عايز عشان اشوف ماشي بالتقريب ولا انا هسمع شايفه ده يحمي المجتمع في ايه يا دكتوره طب هقول لحضرتك في الحلقه السابقه انا كنت عضو المجلس النهارده هتكلم معاك كباحث سوسيولوجي وعالم اجتماع علشان الموضوع ما ياخدش شكل الدفاع والهجوم بالشكل ده لانه مش هيدي المستمع أو المشاهد فرصة كل الأعمال الأدبية من أول قصة سندريلا وبينوكيو كلها أعمال تحمل داخلها إيه؟ قيم اجتماعية مش كده؟ يعني في سندريلا
جبنا البنت اللي ما بتعملش أي حاجة الضعيفة الغلبانة يمكنها أن تتحل مشكلتها بأن تبكي جنب الحيطة لما تيجي المعجزة تحل لها المشكلة. في كل القصص والإنتاج الثقافي والعلمي أسفة الثقافي والدرامي بيقول لنا في الآخر يخرج بمورال مش كده، بيخرج بأخلاقيات. الحقيقة من أول دقيقة الأستاذ مكرم في مجلس الشعب أقسم على أننا نؤكد على حرية الإبداع، لم نأتي لنكبل فكرا أو حرية أو إبداع، لكن في نفس الوقت نحن نلاحظ مثلا تزييفا للوعي وعي المشاهد بأخطاء تاريخية. وهنا في كتاب مشهور جدا اسمه سوشيال ميموري، الذاكرة الاجتماعية. الذاكرة الاجتماعية هي ما ينتج من وعي نتيجة تفاعل ما بين المشاهد والإعلامي، بصرف النظر بقى عن المسلسلات يعني. دعنا لا تجرنا الأحداث للمسلسلات، لأني ألاحظ أن الذاكرة الاجتماعية وهي أهم. تخيل مثلا أحمد زويل أو مجدي يعقوب بيعد الشارع ورايح ناحية عربيت وهو يعلم أنه عالم فز، وفجأة اتخبط على راسه بشومة علشان تمحي الذاكرة ما تقتلوش، هيعرف ان دي عربيته، هيعرف انه عالم فز. هذا ما حدث للمشاهد بتاعنا. المشاهد المصري بيتخبط كل يوم بحقنة سم ناقع من الاعلام على الذاكرة فيفقد ذاكرته. طب هتقولي يعني يفقد ذاكرته ازاي؟ اقولك مثلا لما ظهر بعض الاعلاميين يشككوا في بعض الاحداث التاريخية اللي تربينا عليها باعتبارها منهج البطولة، زي صلاح الدين الايوبي، ده كمان احمد عرابي. يعني احمد عرابي تم التشكيك من بعض الاعلاميين في الحادثة التاريخية المشهورة، لقد ولدتنا امهاتنا احرارا ولم تلدنا تراثا ولا عقارا، في مواجهة الخديوي توفيق. في الحقيقة المواجهة دي كانت بتكشف، بس كل ده دكتورة هدى حيوية التاريخ يعني. ما انا يعني معلش، عشنا على جبهتين تتصارع. هناك من يرى ان عرابي اخطأ وجاء بالانجليزي، وهناك من يرى انه كان لابد، ما انا بكمل معاك، وهناك من يرى انه كان لابد انا بناقش الحادثه ان يطالب بحقوق المصريين. انا بناقش الحادثه دي بالتحديد لانه الانثروبولوجيست والمؤرخين الامريكان قالوا لك في بلادنا من القرن 16 لل 19 كده بالنص في كتب اسمها علم اجتماع القوميات حديثه قوي، بتقول كوننا القوميه الشعور القومي والنزعه القوميه بأشياء بسيطة للغاية. احنا اخترعنا ولفقنا حواديت فلكلورية عشان المجتمع الأوروبي يتضامن وفي ظل ما يسمى بسائل التجانس الاجتماعي، بدل ما تبقى انت بتشوف بريف هارت فتتفرج على مين؟ على الاسكتلندي الذي يعذبه البريطاني مش كده؟ في بريف هارت. لا، دي بقت المملكة المتحدة بنشيد قومي وبتعليم مشترك لغاية سن 16 سنة يخلي النزعة القومية. بيقولك النزعة القومية تغوص وتطفو. طب احنا خليناها تطفو ليه؟ علشان نقوي بلادنا. فمن القرن 16 ل 19 هي اوروبا مسكتنا كلنا وخدتنا في الاحتلال والاستعمار بسبب النزعة القومية عندها. تقوم انت هنا في الاعلام تضرب لي النزعة القومية بانك تزيل، عارف حادثة احمد عرابي ما بقولش تقييم موقفه، لما واحد الغروب بيتناولها بنفس الشكل. لا انا عندي لا لا لا, لا, لا. انا مش بقول على الدراما، انا بقول على الحادثة التاريخية اللي في كتاب التاريخ اللي اولادنا لما يشوفوا الضابط المصري لأول مرة في العصر الحديث وقف قدام الخديوي وقال له بدل حفظ الله الملك اللي كانت مشهورة في أوروبا God save the king، قال حفظ الله الشعب، حفظ الله الأمة، ولدتنا أمهاتنا أحرارا. أولادنا والأجيال بتاخد الحادثة دي كمنهج للنضال والتحيز للأمة. ما الذي تقصده أيها الإعلامي العظيم وانت بتشكك في الحادثة التاريخية اللي بتضرب الذاكرة فيمشي مجتمعنا وشبابنا متلخلخين ما عندهمش بطل يمشي وراه؟ ده حتى البطل اللي مشي وراه طلعت الحكاية ما حصلتش لأن أحمد عرابي حكى الحكاية واختار الإعلامي إن الحادثة ما حصلتش، مش اختار. طيب
يعني انت بتشوفي ان انه طب خليني يعني هنا عشان بس هو انا عايز ارد على النقطه دي حضرتك. بس انا عايز ارد عليها بقى فيما يتعلق بموضوعنا. ايوه لان هتلاقي ايضا الاعمال الدراميه بتتناول زي الجماعه فيها مشاكل. وانا حتى وانا بشوف واحد الغروب ما ممكن الناس يشوف انه في النهايه الثوره العربيه ما فشلت ويتم محاكمتهم مش مسلسل وقول انه عرابي عاصي ولا لا. في ناس ممكن تقول لك يعني لكن ما هو ده حيويه تاريخ وحيويه وبحث وتقصي. هو لو رجعنا لوحده الغروب مثلا بعد ما نتكلم في الدراما انا ما اتكلمتش عن المسلسل انا بتكلم عن مواقف عارف بتكلم عن فكره ان الاعلام الان انا برجع لموضوع اصبح معه الهدم الى حد ان نتكلم عن نسبه مش احنا دلوقتي بنتكلم على الدراما في الحلقه دي واللي فاتت نتكلم على الدراما. فهو في الدراما ملتزمه الكاتبه السيناريو والمخرجه برأي الأستاذ بهاء طاهر. الأستاذ بهاء طاهر ده راجل أديب كبير وبيتكلم على الحادثة من وجهة نظر أحد الضباط اللي شايف أنه ما قامش بواجبه ما وذكر الحكاية كما عرفناها في التاريخ. يعني هو اتكلم على عرابي كويس وذكرها كما حدث في التاريخ. ما حصلش أي تشويه للوعي في هذه الحلقات اللي هي اسمها وحدة الغروب. بالنسبة للجزء اللي اتعرض اللي هو اللي اعتبر غلط بالعكس المخرجة هذبته جدا عن المكتوب لانه المكتوب المفروض ان دي الدادة المربية بتاعته وهي في سن امه لكن هنا جايبها شابة صغيرة ففي تخفيف للموضوع. لما بتشوف اتنين كأن اتنين بيحبوا بعض في سن متقارب فلا يعني كمان المكاتبة والمخرجة كانوا مراعيين وهم بينقلوا النص الادبي انهم بيتوجهوا لجمهور اعرض من جمهور القارئ. خلونا عشان بس برضو لما ارجع لقضيتي تاني نشوف ايضا يعني يا جماعه يعني مضطر ان انا الجا للاجتزاء ده يعني الـ ليه؟ لانه التقرير لجا للاجتزاء. في مسلسل ريح المدام هو حتى التقرير تضمن اكثر من مشهد يتعلق به نشوفه وبعد كده نعلق. بس انا مهلك اهو. شيلي انت كويس؟ طيب مش تتحرك كتير عشان مش ترجع. شيلي انت كويس؟ شيلي شادي مش تبص لي كده مش تقلقني منك. لا ايه لا ده مجنون حاسب يا حيوان. لا شادي الحقوني داليا. شادي داليا مش داليا يا حمار. داليا الحقوني يا حيوان. داليا يا حيوان يا شادي عايز تعمل كده يا حيوان. شادي استاذ احمد تاني هسالك موافق على تعالوا نمسك لهم شويه مشاهد علشان بعد كده يخلوا بالهم والناس تتعاقب وتخلي بالها وهي بتعمل مشاهد. يعني ده مشهد اغتصاب محاوله اغتصاب رجل لرجل يعني ايه المشكله؟ يعني المشهد ده والله ساعات بيكون السكوت ابلغ من الكلام. بالله ده مشهد حد ينفع يعملوا ويطلع رجل بيغتصب رجل؟ انتوا هتودونا فين؟ احنا هنروح فين؟ نيجي نتكلم على ال 200,000 جنيه وال 100,000 جنيه. الاستاذ صفاء بتقول لك بيحصل في الواقع ولا بيحصل في الواقع؟ ايه؟ ده اذا كان ده واقع مرير اذا كان بيحصل فيه. اذا الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه بس خلينا نتكلم. احنا حتى الغرامات اللي قلنا عليها ال 200,000 جنيه وال 100,000 جنيه حد يعني يا ريت كملنا التقرير كده عارف المبلغ ده هيروح فين؟ هيروح للاعمال اللي هي تكون هادفة. اتمنى من ربنا ان نلاقي اعمال هادفة ندفع لها ال 200,000 جنيه اللي هيتاخدوا من المشهد او المسلسل والمشاهد اللي كمان اللي هياخد 10% ودي حاجة كويسة
واخد بال حضرتك؟ يعني هم مش عاملين الموضوع ده عشان حد ياخده او حد يستفاد بيه. يعني الموضوع ده هيروح. اتمنى من ربنا ان شاء الله كده ونيجي السنه الجايه ونناقش برضو نفس الموضوع ده، ان نلاقي مسلسل او حاجه يدي لها المبلغ. ما نعملش زي وزاره التضامن الاجتماعي لما رصدت ال 10 مليون جنيه وما لقيناش مسلسل او فيلم في مصر يصرفوا له 10 مليون جنيه عشان ما فيهوش مشهد تدخين. طيب استاذ صفاء، هنا الدكتوره هدى بتقول احنا عصا المجتمع ولسه يعني خلي الجزء ده نحاول نفهم شويه. حمايه المشاهد بتقول عندنا هدف، المشاهد قاعد في بيته وانا عايز احميه. طيب انا كيف يمكن ان نحمي المشاهد يعني اذا كان يستحق الحمايه؟ هي الفكره المشاهد مش محتاج حمايه. هتقولي له الريموت كنت لا، المشاهد العادي حتى انا عن نفسي انا ناقده خريجه معهد السينما بتعلم من المشاهدين العاديين ساعات، واستاذ طارق عارف ده، ان احيانا بكون كناقده ماشيه ورا مسلسل الاقي الناس بتحب حاجه بسيبها وبتفرج بلاقي الناس عندها حق. فانا ضد السيطره او النظره الفوقيه للناس باعتبار ان احنا بنعلمهم في اي حاجه في الدنيا. الناس هي اللي بتعلمنا، الشعب هو القائد، هو اللي بيقودنا. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها انه لماذا لا يخدش حياء الناس مشهد زي الاعلان اللي ظهرت فيه دلاله عبد العزيز وبتقول للست معلش، وفي جراكن شديده القذاره، وده اللي بتشرب منه تدخل وده اللي شيخ الازهر منه اوقفه. ده بعد قد ايه يا فندم؟ بعد ما اعترضنا الميديا اعترضت، وبعدين نفس عشان تعرفوا اهميه الفن، نفس الجهه دي عامله اعلان تاني لعمرو سعد في منتهى الجمال والرقه اللي هو لما بيتكلم على الست اللي باس ايديها وقال لها يا امي وهنعالج لك عليكي. ده يمكن ده يوصل يا استاذ احمد ان احنا مش بنقول احنا معاكو، ان لو الفن رديء فاحنا ضده احنا، لكن ليس عن طريق انه نقول ده صح وده غلط وده اخلاقي ينفع وده اخلاقي ما ينفعش، لان منظومه الاخلاق دي متغيره. في لا يعني انت ضد النقد الاخلاقي للفن بالزبط. الفن ما ينفعش معاه نقد اخلاقي. لكن لو نقد فني فاقدر اميز بين ان لا يصح هذا الاعلان. طيب. بهذا الشكل حتى استاذ العلم الاجتماعي هنا يا دكتوره هدى. أيوة. النقد الاخلاقي النقد الاخلاقي للفن مطلوب؟ يعني انتوا عاملين كده في التقرير يعني مطلوب ولا لا؟ انا لسه بقول لك في الحلقه السابقه كنت عضو المجلس، دلوقتي بتكلم كباحث. لكن انت مصر تشدني طبعا في اتجاه لا مش مشكله انك تكبلني بالتقرير. انا مش مكبله بالتقرير. هقول لك دلوقتي فكره ان احنا نظره فوقيه وبنلعب دور حضره الناظر الاجتماعي والكلام ده مش صحيح، لانه المفروض انه ده على مدى ما لا يقل عن 30 سنة ونحن نسمع صراخ المجتمع المصري دون أن يجد من يعبر عن هذا الصراخ، وكنا بنقوم بدراسات أكاديمية لا يراها أحد، لأنه الدراسات الأكاديمية زي ما أنت عارف ما بتتنشرش إلا على مدى محدود، ومعظم الدراسات كشفت لنا، وعلى فكرة مش دراسات عربية فقط ولا مصرية فقط وأمريكية وأوروبية، بتقول بكل بساطة يستطيع الإعلام، وفي كتاب صغير قوي 100 صفحة كده اسمه باور، لم تعد الدول ولا القوى المسيطرة ولا من يملكون يتصرفون بالقوة. ألف ما بيضربش به دلوقتي، ما بيروحش بالدبابات والمدافع، يكفيه أن يسيطر على عقل به، وعقل به ده ما هوش حر تماما زي ما يتصور المثاليون اللي بيتكلموا معنا دلوقتي. عقل به يتم السيطرة عليه فكريا وتوجيهه ثقافيا، ودي مسألة مكشوفة وواضحة مش محتاجة ان انا اقول المشاهد حر. هذا قول حق يراد به باطل، ما ينفعش. المشاهد يتم السيطرة عليه فكريا وثقافيا في اكبر الدول وباعلى الشهادات، وده اللي قاله في كتاب مشهور اسمه الخطاب الاعلامي والسلطة. بيقول ايه؟ بيقول استطعنا في اوروبا ان نشوه فكر المواطن المشاهد عن النساء تبقى المرأة، مع انه يدعي ان هو معاها، وعن السود وعن المسلمين. فاذا من الممكن باستخدام التلاعب الاعلامي وباستخدام الانكار الاعلامي وباستخدام التجزيء وقص الخبر الى اخره، حتى كتابة السكريبت، حتى اللغة المستخدمة في النهاية تشكل وعيا لمشاهد
هو يتجه دون تلك الحرية الوهمية المثالية اللي بتقول عليها الأستاذة صفوان. طيب موافق على الكلام ده يا استاذ طارق انه المشاهد محتاج لحماية بهذا الشكل؟ انا شايف انه اي حاجة بتأتي فكرة ان احنا هننظم واحنا اللي هنختار واحنا اللي هنحمي وان الناس وان الجمهور ده بمقولة الجمهور عايز كده اللي احنا دايما بنعتبرها معناها عايز اسفاف اتهام للناس وعدم ثقة في ذوق الناس. الجمهور اللي قالوا عليه عايز كده كتير من الاعمال ومن الاغنيات الدرامية والافلام اعمال جيدة جدا هو اللي نجحها. فالجمهور اللي عايز كده لا بيعوز كمان الجمال بس انت اديله جمال فني هيروح له. لما بتديله اسفاف حتى لو جزء منه اقبل على نغمة شعبية او فيها شيء من التردي لو انت نفس هذا المتفرج اديته شيء جميل هيروح للجمال. من الذي يبدع جمال؟ مش الدولة، لا الدولة تعمل مناخ، المبدع نفسه هو اللي بيقدم هذا الجمال. وبالتالي احنا لو جينا قلنا مثلا مشهد في اغتصاب او علاقة مثلية زي البتاع او شروع في علاقة جنسية زي رايح المدام، من 3 سنين كان في مسلسل مهم جدا اسمه موجة حرة وكان في تنويه عمري وده اظن كان عن حاجة كمان كتبها اسامة ومريم نعوم اللي عملت السيناريو والحوار. كان في تنويه ان ده فوق 18 ودي كانت من حاجات البدايات وانا عجبني جدا انه كانوا بهذه الجرأة لاول مره في الفضائيات يقولوا ان ده لفوق 18 وكان في ضروره كان في تعذيب كان في سجون وكان في منطق واتعمل واحد من اهم المسلسلات اللي خلاها اهم المسلسلات انه الجمهور شاف حريه لقى ان في مشاهد ده كان في مثليه جنسيه وكان في دعاره كان في كل الموبقات اللي ممكن المجلس الاعلى للاعلام ان هو يعتبرها اخطاء لكنها الجانب الاخر لها كانت مزايا. انت عرفت كل لا مقارنه بالتقرير انا بتكلم على التقرير يعني اي مشهد هو على فكره بس هي الماده 211 من الدستور فقره الف هي اللي نظمت عفوا مع احترام اللي حضرتك بتقوله هي الماده 211 فقره الف من الدستور هي اللي بتنص على ان المجلس الاعلى للاعلام واخد بالحضر يتولى مثل هذا مش عفوا يعني الموضوع ده ما جاش من ما قالش رقابه الموضوع ده ما جاش مثلا يعني يعني هم مثلا مش عملوا عملوا مناخ انا رايي انا بقول لحضرتك الدستور تقول لي مش انا بقول لحضرتك الدستور نص اعمل مناخ انا بقول لحضرتك ان الدستور نص الدستور نص على الماده دي لا بس هو المنهج العقابي ده انت معاه اصل هنا المجلس داخل بمنهج العقاب لا حضرتك المنهج هذا جزء حضرتك ده جزء انت بتفعل ماده بنشتغل مناخ ثقافي راقي انت بتفعل ماده من ضمن الدعم ده انك بتاخد مواقف عشان تحمي المجتمع بس لكن ارجو انكم ما تضايقوش وتختزلوا مش بنختزل انتوا اختزلتوا الدراما لا حضرتك احنا بنبص على التقرير الدستور المادة المادة 211 فقرة ألف من الدستور بتنص على أن المجلس الأعلى للإعلام يختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والصحافة بتقول لك مش رقابة يا فندم ينظمها يا فندم أيوة يا رقابة غير رشيدة أيوة حضرتك مش برقابة وغير رشيدة وحد أنا أسفة اللي كاتبين التقرير وعيهم الفني ما بيشوفوش حاجة ما شافوش أفلام ولا شافوا أنا عايز أقول هقول بس لحضرتك هم النهاردة مش عايز أتكلم للدستور يعني حضرتك ممكن يكون في أخطاء ده مش احنا النهاردة يعني يا فندم كان في قصور ثقافة شغالة أيوة كانت بتعمل في الأقاليم كلها نشاط أستاذة هدى هو دلوقتي بتكلم عن مسؤوليتي على الشاشة أيوة لا بقول الشاشة دي مسؤولية المجلس الأعلى لا لا يعمل مناخ لا يعمل مناخ مالكش دعوه ما تبقاش رقابه ما تبقاش انت تعمل مناخ عام انا قلت احنا متحزبين اكذبوا حاجه كويسه انا على فكره شغل الاستاذ محمد صبحي انا بنتكلم احنا بنتكلم حضرتك النهارده دي فقره في الدستور انت حضرتك ده مكمل ده جزء مكمل للدستور تنظيم وتنظيم تنظيم ليس رقابة يا الحاجة الثانية ان الشعب هو المعلم انا النهارده قول ان انا بقدم واخد زي ما الاستاذه اتفضلت طبعا زي ما قال الكلام انا موافق هي الناس بتتاذى من ده صحيح طبعا حكايه حمايه المشاهد هل المشاهد الاجيال الجديده انت لا تعرف من ده انا ايه المشاهد هيلحق بيه الاذى في اولا
تسلب ارادته يعني الاولاد دول بيشوف المسلسل بيشوف المسلسل ويحاول لا ده ممكن يشوف المسلسل ويعمل حاجات مختلفه او حاجات كتير. حضرتك بتتكلم النهارده بتسيبه لمده 15 يوم او 20 يوم في المسلسل واخد بال حضرتك قاعد يتفرج على حاجات معينه اه بيطبقه على الطبيعه هينزل يختصر هينزل وبينزل لما تطلع دلوقتي اللي بيختصر امه والابن الواحد ممكن يشوف مشهد فيختصب يتحرش. ففاكر السنه اللي فاتت لما في الاسطوره لما كانوا في الاسطوره قالوا ان الواحد اللي لبس واحده راجل واحده ست خدها من الاسطوره ال الثقافه دي موجوده في المجتمع مين اللي قال ما حصلش الا بعد الفيلم حصل عندي في العيون بعد المسلسل لا بعد المسلسل يا استاذ والله دي موجوده في الثقافه بعد المسلسل حضرتك موجوده ان انت بتلبس انا اقول لحضرتك الراجل تخيل بعد المسلسل لما الموضوع ده يتعمل على الطبيعه تفتكر يعني ايه حصل واحد في الفيوم حصل عندي في الفيوم من عيلتين وحصل قتل موجود عند المسلسل المسلسل لم يخترعه حضرتك موجود ايه حضرتك موجود حاله انت طبقتها على العالم واخد بال حضرتك الناس ذنبها ايه في انها تشوف حضرتك دي ثقافه دي عفوا يعني كلمه ثقافه ما لا تعني شيء جيد عفوا عشان مثلا حضرتك هعتبر كلمه ثقافه النهارده الثقافه دي مطلقه حضرتك النهارده احترامي يعني ممكن لا الفعل مقارن بالمكان هو النهارده حضرتك خليني اكلمك بصراحه انت النهارده لو لقيت واحده ماشيه ولابسه ماهو بكيني في الفيوم دي هتاخدها وتعمل لها محضر اداب لو لقيتها في اسكندريه تقدر تتكلم حضرتك انت 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 بتعمم حاجات واخد بال حضرتك ايوه الفعل مقترن بالمكان حضرتك النهارده انا النهارده في الصعيد يعني انت عايز تقول التلفزيون بيدخل بيتي فتقول لي الاقي بكيني ليه في البيت اه طبعا يعني على البحر طب لو على البحر لو انا لو شفت لو طلعتها لي على البحر ماشي انما لما تطلعها لي بقى حضرتك انت حضرتك يا راجل بتعمل كده هل هي لابسه مايو هيكتب تقرير انت ما بتعملش كده انت تخيل حضرتك النهارده انت قاعد ومعاك اولادك في البيت اتحداكم وانتوا قاعدين كده ان واحد فيكم يكون معاه اولاد صغيرين في سن المراهقه ويقدر يقعد قدامهم يشاهد التلفزيون يعني ويقعدهم معاه مدام فوق وما انت بتودي اولادك فين اقسم بالله انا عمري ما اتفرجت على التلفزيون خلاص انا خلاص انا بقعد لازم ابقى انا في مكان وهم في مكان تاني يعني انت ما تقدرش تشوف الدراما قدام اولادك لا يمكن وشك هيحمر ولا ايه وشك هيحمر وهيخضر وهبقى يا ابني شكلي مش هو احنا فين ايام زمان ان الولد يسلم يبص على ايد باباه ازيك يا بابا دلوقتي نفض انت ايه ده انا بسمع الفاظ انا مش عارف انتوا بتجيبوها منين والله العظيم انا لحد النهارده طيب انت موافق على ده بقول لك انا ما اقدرش اشوف المسلسلات مع اولادي اديني فرصه لان هيلاقي يعني لو كل واحد موافق على ده يا فندم لو كل واحد فينا هسمع دكتوره هدى بس تعليقين من هنا انا بقول لو كل واحد طبق على نفسه انا قيمي غير قيمي انا حتى مجرد اني خارجه برمضان من غير غطا في ناس شايفاه ما يصحش في ناس تانية لابسه بتاع كده نقاب اه بس هو بقول لك انا قبل كده يعني كان ممكن اعرف التلفزيون لا حضرتك لا انا مختلف مع يعني حضرتك لا لبس يعني حضرتك شيك وزق وحاجه لا لا, لا معلش مع حضرتك لا في فرق بين احنا مش عايزين لا لا يعني انا بلاش نغير في صدد الكلام على دوله وليس على شخص دوله ايه دوله بحجم مصر مش دوله عاديه دوله بحجم مصر الاعلام في مصر سنه 2017 دي الموضه كانت بتبان في مصر قبل ما تطلع لا, لا لا يمكن ان يطبق معايير شخصيه على اي شيء بهذه الطريقه طيب. أنا عايز يعني أقول. يعني وبعدين احنا قلنا لحضرتك انا شخصيا عامله لا لا الوقت معانا اسمه خير. لو مش عاجبك عندك الريموت يا فندم انا عندي انا ما بطلعش من البيت واشوف اولادي يتفرجوا انا محل النهارده حضرتك انت حضرتك بتقولي كده حضرتك النهارده لما يبقى عندك اولاد في سن المراهقه ما هو قال لك اولا هتسيب اولا ما ينفعش تتفرج معاه هتسيب له التلفزيون قاعد يتفرج تفتكر ايه يكذبه اكتر من كده على كل حاجه تفتكر ايه يكذبه اكتر يعني, يعني انت بتسيب له التلفزيون خجلا فعلا ما تقدرش تقعد انا بتكلم على الهوا انا ما اتفرجتش لحد النهارده على مسلسل زمان. او فيلم مع اولادي لاني ما اقدرش اتفرج عليه مع اولادي لان المناظر بتخدش الحياء العام وبتخلي الانسان واخد بال حضرتك في وضع انا ما اقبلوش احنا ما تعودناش على كده احنا تعودنا على ان يكون في مبادئ وقيم واخلاقيات طب هل بيوصل يا استاذ سهر ان الاب يبقى في حاله هروب من انه يقعد قاعده اجتماعيه في البيت انا ما في يعني احنا كنا بنقعد في التلفزيون مع المجان والحاجات دي اتربينا عليها اتربينا عليها طب دلوقتي ما عندناش غير السحر والشعوذه والجنس الاعلانات زي ما قالت الاستاذ الاعلانات بتشوف الاعلانات بتشوف الاعلان ده خدش غير اخلاقي ده حاجه ثانيه انا النهارده لما ابقى قاعد مع اولادي واشوف اعلان بالشكل ده واخد بال حضرتك
انت شكلك شكلنا ايه؟ عايز استاذ طارق بس عشان اسمع الدكتوره هدى بعد كده. في السبعينيات والثمانينيات كان في ناس بتعترض على فوازير نيلي وشريهان. لا احنا مالناش رجالك في الكلام، جالك في الكلام، وكانت بتعتبر ان ده عري واسف لا يليق بالشهر الكريم. ففكره ان كان زمان، لا برضو كان في زمان كان في بعض حضرتك اصوات. احنا النهارده الشهر الكريم بنحتفل بيه ازاي؟ بدل ما بنحتفل بالشهر الكريم واخد بالحضرتك بصله الرحم، واخد بالحضرتك والموده والمحبه اللي بيننا، انت قاعد هربان بنهرب من ولادنا، محدش يقدر يقعد قدام ولاده بعد. هو ده الاحتفال بشهر رمضان الكريم. انا بقول لك انه كان بيتم الاعتراض حتى على نيلي وشريهان ان هم بيقدموا شيء ازاي يخش البيت وزي الرقص وزي بتعمل كده، كان موجود. فبالتالي مش انه زمان كانت الدنيا، لا كان في اصوات ايضا بتعارض، لكن كان المجتمع عنده مرونه اكتر انه بيتقبل. دلوقتي فكره المرونه في تقبل كل الاراء بدات تقل شويه. انا رايي انه المجلس الاعلى مع كل الاحترام والتوقير له لا يدخل في مثل هذه التفاصيل. أيوة. وليس دوره دخل خلاص التفاصيل. في التفاصيل يا فندم، ده دستور ده تغيير هو دستور من المشكله يا فندم، ده دستور حضرتك. مناخ يا ريته يعمل، حضرتك بتتكلم ده دستور يا فندم، يعمل مناخ صح حضرتك، يعمل ماشي او ينظم ماشي او انما حضرتك ده دستور داخل في مناطق خلافيه، دي فقره مقمله للدستور. استاذي داخل في مناطق خلافيه، الوقت هيجري، انه مشهد انت شايفه مسف ممكن اخر يشوفه منطقي. احنا لسه هنشوف مشاهد سياسيه وفي التاريخ، حتى في التاريخ. معلش ان لما تيجي تقول مثلا ان عبد الناصر كان له افتقدنا القدوه، لما بيبص على ده زعيم. احنا افتقدنا القدوه، افتقدنا الكبير. وبعدين حضرتك النهارده لما دخلت في السياسه، يعني لما جاب النحاس. طبعا النحاس ازاي حضرتك مع انا يعني ده. يعني هل انت النهارده نرفض المشهد يعني، لكن ما نقولش انه ده في التقرير، ما بقاش في تقرير. ده اقل كلام حضرتك ينفع تقوله، تقول ان احنا بنرفض المشهد ده. انما حضرتك النهارده وصلنا لمرحله ان انت بتحقر في زعمائنا. انا النهارده لما منظر لما اولادنا يطلعوا يشوفوا المنظر ده، واخد بالك، وحد بالقيمه والقامه دي. يعني انت سياسه ما تقدرش تقعد مع اولادك، ولا دراما ما تقدرش تقعد مع اولادك؟ امال تقعد فين؟ قاعد لوحدي هعمل ايه؟ قاعد لوحدي هقعد معاهم ازاي؟ واشوف الكلام ده ازاي؟ دكتور هدى كاستاذ فعلا، هل الاسره المصريه اتشتتت؟ خليني بس، لا يستطيع الاب ان يجلس مع اولاد، كلامه ده صحيح؟ هل ده صحيح؟ عشان نشوف مسلسلات. لا انا ملزمه باللي انا هقوله، مش بتعليق على بعض الاشياء. اولا الميكروفون والقلم سلطه، وشفنا في يوم من الايام الميكروفون اللي خارج حتى الاعلام صعد اليه الابالسه، فقلبوا دماغ المجتمع المصري وامرضوه منذ السبعينات، وكلنا موافقين على كده. صعد الابالسه واستخدموا لغه القداسه علشان يفككوا اللحمه الاجتماعيه. طيب هروح بقى، اذا الميكروفون سلطه، الكلمه سلطه، حضرتك وانت بتدير الحوار معانا سلطه، لانك بتحدد مين يتكلم ومين ما يتكلمش. انا عايز اقول حاجه، وانا بفتكر مع الاستاذه صفاء كله في التقرير، يعني فاكر دريد لحامه ما قال كله في التقرير، يعني كله رايح على التقرير وسايبين قضيه مهمه قوي، وهي هذا الشعب المصري هو اللي ابتكر وصنع في دراسه كنت عاملاها شهد الكلام، مش كده؟ يعني اقول اسمك، اقول لك اسم الله على الاسامي الاستاذ وائل، ليه قلت؟ لحسن تكون في كلمه شريره فيها طاقه غير ايجابيه، فاقول فاحمي اسمك واحفظه بالسلوكات، وعاشت الاسامي. لا 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 لا، وبعد ما حد يقول لك انت منين، فيقول لك لا من احسن ناس من اجدع ناس. لا خلاص ارجوك لا تقاطعني، لانه شهد الكلام الابداع المصري الشعبي اللي بنقول فيه ده العدي فلان، يعني الدعوه للعدو لو انا بقول اسمه. لما تقول لي بتندهي عليا ما اقولكش، لا اقول لك ما استغناش. اللهجه الاجتماعيه التي تسود ولغتنا اللي عشنا بيها كانت ابداع الشعب المصري، مش ابداع اي حد تاني، ده ابداع شعبي. اللي قال عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل اللي له نبي يصلي عليه، كان ابداع الليبراليه الدينيه والديمقراطيه الدينيه، ده كله ابداع شعبي لا يراه احد ولا يهتم بيه الا الباحثين. لكن اما اجي اقول اذا كان الشعب اللي صنع شهد الكلام واللي ظل لغايه مده قريبه، لما نرد على الكلمات ونتبادلها كانها رسائل، ده انا اقول لك بعافيه عشان ما اقولكش المرض، عشان الطوب اللي بيتخبط دلوقتي في وش الناس. هذا الطوب كان في يوم من الايام بيقول لك الملف السعد، ما تقولش الكلمه الوحشه حتى لو كان تقرير واقع، ما تقول فلان مات تقول تعيش انت، مش كده؟
مش دي لغتنا. اللي عنده السرطان يقول لك ده عنده الوحش. طيب اذا كان هذا يعني يقول لك مش اذا كان هذا المجتمع ابدع على المستوى الشعبي مش على مستوى مؤلف ولا على مستوى الميكروفون ولا على مستوى اي حد، واذا بهذه اللغه تضرب في مقتل، ده اللي بيرصده البحث بقى. يعني سيبني من التقرير وكله يعني شاهد الكلام ضاع بسبب المسلسلات. شاهد الكلام تحول مع الوقت في محاولة لنحر شاهد الكلام، يعني جيل بعد جيل يبتدي يعتبر شاهد الكلام والإنجاز الثقافي لمجتمع بيتكلم فوق 20,000 سنة احنا كانت لعبتنا الكلام مش كده. معها كمان قدر من الرحابة الفكرية والرقي اللي خلانا كمجتمع دخلوا سيدنا موسى وسيدنا عيسى والفتح الإسلامي التلاتة مع بعض، ما فيش مجتمع جاله طيب. التلاتة الله عليك. احنا بس اللي جالنا التلاتة فقررنا ان احنا نتعامل طيب. مع الامر برحمة مش بسرعة. من شاهد الكلام التقرير كمان عشان بتضمنه كله، تضمن قال مثلا مسلسل الزيبق يحتوى على مشهد مخل بين مصر يعمل باليونان، ده وفقا للتقرير يا جماعة، يعني انا مش من انصار منهج الاكتزاء لكن مضطر، بين مصر يعمل باليونان وعميلة مخابرات معادية في الفراش، وبعدها مسلسل أعلى سعر الذي احتوى على مشهد خيانة زوجية بين زينة الأعلى بين زينة وأحمد فهمي في الفراش، ومشهد آخر لفرح وهي تقود أحمد مجدي لغرفة النوم بخلاع. نشوف المشهد بتاع الزيبق. إيه ده؟ ايه رايك؟ اوبا تتكلمي كمان عربي؟ اتكلم 5 لغات. ليه هم قالوا لك ان هم هنا عايزين مترجمين؟ قالوا لي انك زهقان ومحتاج حد يسليك. مين بقى اللي قال لك؟ داني يا ابني الايه داني ده طلع لا ما دام انت جايه بقى من ريحه الحبايب يبقى لازم تاخدي وجبك ولا ايه؟ بس احنا عندنا الضيف لازم ياخد وقت وانت ضيفه قلت لي بقى هما كام لغه؟ 5 languages. لا مشوار طويل قوي وانا اصلي غبي شويه في استيعابي فاهمه؟ انت دي الفرنساوي؟ لا لا من غير كلام خالص لا لسه هنتكلم. الله 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 انت جريئه قوي بقى يعني انت ما تقدرش تقعد مع اولادك تشوف ده انت كفايه عامله مخابرات هتيجي هتبقى شكلها ايه يعني هي بتشده بالغايه وبيطلعوا يخنفوا كده بيعملوا خنفانه غريب كده حاجات انا مش شفت رأفت الهجان ايه ده سنه 89 الحاجه الثانيه انا عايز اقول لحضرتك حاجه أنا بس مش معنى شفت رأفت الهجان سنه 89 انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه غريبه هل النهارده تفتكر ان انا عشان ما بشوفش لا ابدا انا على فكره اولادي جامعه امريكيه كلهم انا بتكلم اكتر من 3 لغات واخد بالحضرتك لفيت اكتر من تلتين العالم بس انما احنا لينا مبادئ وقيم وتقاليد اتربينا عليها انا اقول لحضرتك ان انا ما كنتش بشوف من والدي غير ايده عشان ابوس عليها تعالى النهارده نفض له اعمل له حاجات والله الفاظ انا ساعات بس طيب اللي قلت عليه كمان اشار لنشأة ستات بتاع غادة عبد الغازي اللي اغضب المضيفات في ارض جو وتعلق على الكلام صح. اللي قاله ده نشوفه الصور لوحدينا كده بدل السحمه دي نعمل ايه هنا بس هتقولوا بيعملوا ايه بيعملوا فضايح انت بتشربي؟ بجد ولا لا يا سلمى عشان بجد متضايق منك انت جننتي؟ ودي كمان بتعمل ايه؟ سيب تعالي معايا طب انا هستناكوا ايه؟ سليمة بتتدهول قدامك كده؟ انت مش عارفه انها مسؤوليه علينا؟ هي ايه اللي مسؤوليه؟ بلاش اقول لك يعني ايه مسؤوليه؟ الله وانا مالي يا سلمى ما كل واحده مسؤوله عن تصرفاتها. منار مين دي؟ انا لمين؟ انت لمين؟
ده صديقي نواف. صديقي نواف؟ وصديقي بقى من قد ايه؟ من 5 دقايق؟ لا من ساعة. ما اسمها الصداقة، اسمها شقط. نعم؟ نعم انا عليك يا اخويا. انت مصدوم من شقط ده؟ ده شقط ده بتاع يعني ده انا بحمد ربنا ان انا بطلت اتفرج على التلفزيون وبتعمل عنه تقارير ربنا. وبتعمل عنه تقارير من حضرتك. عارف بعمل تقرير ليه؟ من لا الحاله. ازاي مش ليه؟ ازاي؟ من الحاله اللي وصل ليها. لا. لان انا النهارده لما عارف تعمل عارف لما باجي اسمع لما باجي اشوف الاخبار ابقى اتفرج حاجه حضرتك على فقره الاعلانات وانت تشوف ما طالما وصلنا من الاعلانات من الشكل ده يبقى المسلسلات والافلام بتعمل تقارير من غير ما تشوف. قلت انا بطلت اتفرج يا فندم. يا فندم ده هو مقدم طلب احاطه كمان. حضرتك اللي بتقوله ده حضرتك دي فقره مكمله للدستور. انت حضرتك مش عايزين تفرقوا ليه بين سؤال منطقي. حضرتك قلت انا ما بتفرجش ورغم ذلك بتكتب تقارير تفصيلي. تمام. طب ازاي؟ لا في فرق. لا 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 انا ما بكتبش تقرير تفصيلي يا فندم. انا حضرتك انا بتكلم على الماده 211 الفقره ا من الدستور اللي انت قلتها مليون مره. عارف ليه؟ تنظيم. عارف ليه؟ تنظيم. حضرتك انا بالنسبه لي طبعا انا ما ينفعش اتفرج على الكلام ده. انا لو النهارده اتفرجت على فيلم اجنبي واخد بال حضرتك ما بلاقيش فيه. طب هتقيمها ازاي وكميه الاسفاف اللي موجوده دي؟ لا هتلاقي. ماشي. لو بصيت بالمنطق هتلاقي اب وام وجنس وعري وكل حاجه. عارف. طيب عارف استاذه متجاوزه القيم والمبادئ مختلفه. طيب خليني أنا عايزة صفاء. سعيدة جدا بآخر كلام قالته الدكتورة هدى لما بتتكلم على شاهد الكلام ده. كان المجتمع كده. هي كده بكلامها أيدت وجهة نظري أن المجتمع كان ألفاظه كده يقولوا المرض الوحش ويقولوا مينا والكلام الجميل اللي كان بيتقال. فبالتالي كانت أيضا الأفلام بتقول نفس لغة الحوار بالذات العامية المصرية على ما أعتقد أنها بتتبدل كل 20 سنة. فيعني ده حاجة انتي ايدتيني فيه انه الدراما لا تأخذ من هي اللي بتعطي المجتمع لكن المجتمع هو اللي بيعطي الدراما. وايضا الدراما احيانا بتعطي المجتمع. يعني هو عملية متبادلة. سؤال بقى رد للأستاذ. رد للأستاذ هو معلش مع احترامي وأولادك هو المصدر الوحيد للمعرفة هو الدراما التلفزيونية؟ يعني مش بيقروا كتب هاي بتقول في الجامعة بيروحوش مثلا شوفوا مكتبات؟ يعني ان انا هتصور ان المصدر الوحيد لان انا اعرف لا لو عايزة تثيري هذه القضية لا اختفى الكتاب في الاولوية مقارنة بالتلفزيون. لا 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 النت موجود يا فندم. النت موجود وبشوف حتى أنا الكتب بتقري على النت. كان يبقى النت بتاعي عندي مشكلة في البيت اروح نت كافيه الاقي شباب عيال قد كده 12 سنة و 11 سنة وبيتفرجوا على النت. لا انا بكلمك النت. لا قصدي ان النت وعلى فكرة مش كله بيستعمل خطأ. في شباب بيعملوا طبعاً منه طبعاً. شغل بيعملوا منه ده. طيب انت يعني ممكن تشوف هسألك السؤال بشكل مضاد. انت ممكن تشوف المسلسلات وسط الأسرة وتبقي بتخاطب عقول الناس ومعلمة الناس في البيت ايه؟ هو بيقول لك انا اخجل. لا انا ما اخجلش لانه انا يعني لما حاجة متعجبنيش فنيا لان انا ناقدة في الاول وفي الاخر بنقل على حاجة تانية. يعني لو اضطريت اتفرج من باب اني ادرس اشوف ليه الناس بتعجب بده فليه الخجل؟ ما ده يعني موجود. عارفه اولا ان ده تمثيل. طب الراجل بينط من على السور في البيت يا استاذ ده احنا بنضحك مع بعض. طيب. لا بنقول ده تمثيل. لا يا فندم يعني برضو احنا حضرتك يعني حضرتك بتقولي ده تمثيل بالنسبه لحضرتك ده تمثيل وانت حضرتك مجبره انك تتفرج على الكلام ده لانك ناقده فعايزه تشوف الكلام ده. انما انا النهارده كمشاهد تفتكري ممكن اتكلم مع اولادي ازاي بعد كميه الالفاظ وكميه المشاهد بتاعه العري وكميه المشاهد؟ في ناس تانية مش بتتكلم كده. انتوا بتعمموا كما لو كان ال 40 مسلسل مليانين الفاظ. انا هقول لحضرتك ومليانين حاجات. انا النهارده عمال يعني في مشهد انت متخيله ركع لها وقال لها عامل لك زي الاجانب. يعني لا لا يعني لا. المشهد اللي انتم منتقدينه ده انتوا مين انتوا دي؟ يا فندم بتقولي مين انت؟ التقرير يا فندم اللي التقرير نفس المسلسل اللي التقرير انتقد فيه حاجات شديده الروعه شديده الجمال وبتوري ان ده الوحش اهو موجود والحلو اهو موجود وانت متفرج عندك اهو الوحش والحلو وتفرج واختار. تخيلي بقى مش صحيح التعميم ده. انا عمال اتكلم انا بتكلم معاكي
لازم اقول حضرتك ومن فضلك وتحت امرك واموريني والكلام ده ماشي ليه؟ احنا اتربينا على كده اتعلمنا على كده اتعلمنا راي سعادتك ايه؟ اتربيت في البيت ولا في النهارده ولا في التلفزيون؟ ما هو التلفزيون ده ممكن انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي وبالنسبه لوقتي اللي الاولاد بتتعلم من التلفزيون الدراما بتفرض ماشي. قواعدها حضرتك قواعد ايه يعني بمعنى يعني انا النهارده لما سالوا الـ يعني احد الفنانين يعني الدراما بتفرض القاعده يعني مثلا في ناس قاعده على القهوه غير ما تبقى في جامع غير ما تبقى في مستشفى البيئه واحد مثلا ثقافته ان هو ما فيش ثقافه ما عندوش مش متعلم بتاع يعني فتلاقي اللغه بتاعته والمفردات يعني مختلفه يعني لو انت جيت عملت مقياس وقلت لا لغه واحده وكله لازم بالاحترام يتكلم ولو سمحتوا لا الدراما زي ايه زي الفرق بين هوانم جاردن سيتي وريح المدام حضرتك الكلام اللي بتقول عليه ده نفس يعني الفرق بين المسلسل ده والمسلسل هوانم جاردن سيتي كانوا في جاردن سيتي وليهم طقوس وليهم مشاكل عشان ريح المدام كمان نشوف في اغنيه رصدها المجلس الاعلى للاعلام في التقرير قال انها من المشاهد اللي فيها إسفاف في مسلسلات رمضان عيني اللي فوق صدرهم جبلي وده عنده منه اتنين ازاي هيمشي مصدر البلالين وده فيش مزايا وشكله باب عيون وهيشكي من السرسوم ومش هيلقى مقاسه في الفساتين هاخد الأستاذة فاتن أستاذة فاتن أهلا بيك اتفضلي أهلا بيك مساء الخير يا أستاذ وائل مساء الخير أهلا بيك مساء الخير عليك وعلى ضيوفك جميعا بيحيوك جميعا ربنا يخليك يا رب ميرسي جدا أنا بس بعد إذن حضرتك وضيوف حضرتك اتمنى ان هقول نقاط سريعه جدا دقيقه او دقيقتين يعني اتمنى حضرتك تديهم لي اتفضلي وبس رجاء يعني ما حدش يقاطعني لا اتفضلي مع احترامي للجميع الضيوف الموجودين حضرتك في الاستوديو بس انا بتكلم كمشاهده مش مهم ان انا مدام سياسي ومش مهم بشتغل ايه لكن مهم ان انا مشاهده انا اللي عايز اقوله ان النهارده اذا كان في مسلسل بيتعرض او بينتج او بيخرج او whatever مين المتلقي المشاهد مين المشاهد انا وزميلتي وصاحبتي وابني وبنتي وجوزي وجاري وصديقتي المجتمع بتاعنا كله هو اللي بيتلقى طب النهارده بقى مع احترام لكل الموجودين في الاستوديو مع حضرتك راي مشاهد احنا شايفين المسلسلات ازاي حضرتك جميل جدا حضرتك وبرنامج معروف جدا انك دايما بتتبنى راي المجتمع والمواطن المصري طب هل النهارده المواطن المصري او المشاهد المصري ايه رايه في المسلسلات هل هو راضي عن المسلسلات انا بقول لحضرتك كمشاهده من واقع ان انا عايشه فيه مع اصحابي وجيران واحنا بنتكلم على طول في الموضوع دون لا طبعا احنا راضين تماما كل اللي بيعرض على التلفزيون ويمكن احنا مش عايز اقول لك ان احنا مش بنتفرج خلاص احنا اخر حاجه اتفرجنا عليها السنه اللي فاتت جراند اوتيل وبعد كده ما اتفرجناش على اي حاجه. كلام من الاستاذ طارق معلش انا اسفه يا استاذ طارق حضرتك من النقاد ان انا كنت شخصيا بحب اسمعهم جدا. كنت بحب اسمع نقدك وكنت شديد اللهجه في النقد بتاعك وكان نقد بناء جدا. انا ملاحظه ان حضرتك هذه اللهجه اختفت. يعني حتى مش بتنقد العمل يعني حتى لو بقى زي ما الاستاذ وائل بيعرض مشهد عري حضرتك مش بتنتقد مشهد العري. كما لو كان ده شيء طبيعي ومتاح ما ينفعش يا استاذ طارق لان احنا مجتمع مصري انا ما اقدرش اقعد اشاهد مشهد عري واحنا في شهر الكريم كمان مش هقول لك بقى في ايام عاديه ده احنا في شهر الكريم يعني بنتلمس في ان احنا يعني نقلل شويه من اللي علينا لكن لما تجيب لي مشهد عري لا مش وقته خالص اعملي في اي وقت انت حر لكن بلاش تفرضوا عليا هتقول لي طيب ما تقلبي صدقني احنا كلنا بنقلب كلنا بنقلب اقسم بالله وانا بحلف ان كل ما بقلب بلاقي الاسوأ كل ما بقلب بلاقي الاسوأ مش انا بس احنا كلنا بنتكلم عن الموضوع ده حياتك بتقول لما الاستاذ وائل بيقول لك معرفش ولا مين اللي قال ان جراند اوتيل السنه اللي فاتت اخذ اللي هو نسبه المشاهده العاليه جدا حياتك قلت لا ده الاسطوره معلش انا اسفه اخذ نسبه مشاهده بس رد الفعل ايه بقى؟ رد فعل ان هو كان نيجاتيف انرجي للمجتمع يعني وصل المجتمع
طاقة سلبية، بمعنى ان هو صدر البلطجة للمجتمع. بعد المسلسل ده بالتحديد انتشرت البلطجة، وعلى فكرة انا بشتغل في التربية والتعليم وانا اعني ما اقول تماما. البلطجة ظهرت بعد مسلسل محمد رمضان والسلاح الابيض والسيوف والضرب وكل ده بعد محمد رمضان، ان اصبح محمد رمضان هو القدوة لما في سنه، الشباب اللي سنه هو اقل، وده باخده على محمد رمضان. اذا كان في سبب للبلطجة اللي ظهرت، فمحمد رمضان سبب رئيسي في هذه البلطجة، ده بلا ادنى شك. اعلى نسبة مشاهدة، بس هو ما نجحش في المجتمع، لان هو بوظ لي مجتمع، بوظ لي شباب، ده واقع احنا بنقوله. وعلى فكره انا بشتغل تربيه وتعليم ومسؤول عن كل كلمه بقولها ومشاهده. جراند اوتيل اخذ اعلى نسبه مشاهده، لكن صدرني طاقه ايجابيه، وراني مصر جميله، وراني شياكه، وراني رقي، عمل دعايه رائعه للسياحه. وبعدين مين اللي اتكرم في النهايه من الرئيس السيسي؟ جراند اوتيل اللي اتكرم، كان جراند اوتيل وليس كان الاسطوره، ولا يحق ان هو يكرم باي شكل من الاشكال. ليه؟ لان هو بوظ لي جيل. فانا اسفه لراي حضرتك. الحاجه الثانيه، الاستاذه اللي جنبك اللي تعمل الاستاذه هدى بتقول الاعلان بتاع الفنانه دلال عبد العزيز. احنا لسه كنا بنتكلم النهارده على هذا الاعلان. الاعلان من ساعه ما جه يا استاذ وائل هو مستفز جدا جدا جدا, جدا للشعب المصري. سيء 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 بمعنى كلمه سيء. في مقابل ان عمرو سعد عمل نفس الاعلان بس بشكل محترم، وصل لي انا كمشاهده رساله. ده هما مش فاهمينه. الفن اللي قاعدين مع حضرتك الاستاذ طارق والاستاذه اللي بتتكلم عن الفن مش فاهمين ان احنا قاعدين، انا قاعده منتظره وصل لي معلومه ليا. وصل معلومه ليا مش فاهمين ازاي، مش فاهم جنبي. وصل معلومه لجوزي، وصل ادونا اي حاجه يا جماعه. عمرو سعد في دقيقتين وصل لي معلومه. وصل لي معلومه، شكرا يا عمرو سعد، ان الاعلان ناجح. هي قالت الكلام ده في ازدواجيه غريبه جدا. يبقى اذا في فن بيوصل معلومه ورساله للمجتمع وللمشاهد اللي قاعد في بيته. طيب يعني انت بس انت في بتوصل سلمية. في المجمل شايفه انه من حق المجلس الاعلى للاعلام ان يحمي المشاهد. المسلسلات دي، المسلسل ضيف عليا، المفروض الضيف ده يحترم صاحب البيت. حضرتك بنشوف حضرتك كل يوم في العاشره مساء، وبنرحب جدا وفرحانين جدا بالاستاذ وائل الابراشي، وبنفتح على العاشره مساء. ليه يا استاذ وائل؟ لحضرتك بتأدي برامج جميله، قضايا مهمه، كلنا بنستفيد منها الجميع، والا ما كانش يبقى العاشره مساء ليه نسبه مشاهده عاليه جدا. وفي رمضان برضه بنتابعه في رمضان. يبقى لما اشوف انا بسيب مسلسلات وبتفرج على العاشره مساء. يعني امثال يا استاذ وائل الكلمتين دول ممكن يبلوروا لك وضع المسلسلات ايه في رمضان. انا لما اسيب المسلسلات واتفرج على برنامج العاشره مساء، ده معناها فشل ذريع جدا للمسلسلات ونكره العاشره مساء. دي حاجه جديده قضايا. طيب بشكر حضرتك الف شكر. استاذه فاطمه مصطفى نائب رئيس تحرير الاهرام. استاذه فاطمه اهلا بيكي. الاخبار انا اسف. استاذه فاطمه اهلا بيكي، اتفضلي. واهلا بضيوفك الكرام المحترمين اللي قاعدين معانا. بيحيوكي جميعا، اتفضلي يا استاذه. وانا عايزه اقول حاجه مهمه، انه اتخاذ المجلس الاعلى للصحافه والاعلام الخطوه دي خطوه هامه جدا، وكنا محتاجينها من بدري قوي، لانه احنا في حاله فوضى في المجتمع بشكل غير عادي. وبعدين احنا يعني واخدين الشباب الى منحنى خطير جدا باللي بيحصل على التلفزيون او السينما، من مناظر اباحيه يعني متدنيه جدا، لدرجه انه الشباب فاهمين انه ده العادي. يعني لو لقوا ست واقفه بتوقف تاكسي فبيعاكسها وبتبقى قد مامته في السن مثلا. في يعني ثغره لازم. بس هل خدوا ده من الدراما ولا موجود في الواقع قبل الدراما؟ في الواقع وفي الدراما يعني. ما هو للاسف شافوه في الدراما وبقى ده العادي بتاعهم، وانه ده عادي ومش عيب، وانه ده واقع. هو متخيل الشاب اللي عنده 17 او 18 او 20 سنه انه ده العادي، يعني انه الست دي ده اي ست واقفه دي ست منحرفه، وانه المخدرات ده بقت شيء عادي جدا، وده شيء خطير، منحنى خطير جدا. يعني لازم نقف، يعني نقف ونراجع نفسنا 1000,000,000 مرة. وأنا يعني بحيي المجلس الأعلى للصحافة بجد، مش عشان أنا صحفية، إنه خد الإقرار ده، لأن إحنا محتاجين. أيوة المجلس الأعلى للإعلام. وهحيي الأستاذة هدى المحترمة والأستاذ مكرم وكل يعني اللي بيحصل دلوقتي ده لصالح المجتمع الحقيقة، لأنه في يعني حاجات متفشية مش ظريفة، يعني اخلاقيات دخيله علينا تماما. يعني بشكر حضرتك استاذه فاطمه. الشاعر اسلام خليل. استاذ اسلام اهلا بيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسلام؟ واغنيه قطر هايله زعناها امبارح. اه الحمد لله البركه في حضرتك. الله يخليك. انا خايف ان قطر تكون مستعده اسلمكم الاخوان بس انتوا تسلمونا اسلام مش عليه. طيب قول لي يا اسلام, ما انت اشتغلت في مسلسلات بين كتبت ما 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 كتبت تترات واغاني فيها, وكتب مواطن ومخبر وحرامي, وكان في جنس مواطن ومخبر وحرامي. عامل التتر بتاع مسلسل رمضان كريم اغنيه استاذ حكيم, وعامل مع الاستاذ سمير غانم فطوطه في الاذاعه, ولا في افلام كتير ليا انا كتبت كل اغانيها يعني العشر سنين الاخيره في افلام كامله انا كاتب اغانيها كلها لواحد من حاحه وتفاحه لكلم ماما لافلام كتير, بس انا يعني انا استاذ وائل من الارياف, يعني انا من بلد تعتبر ايه ارياف المناش, انا رغم الكلام ده يحسب عليا بس الاستاذ طارق وانا عارف ان هو ممكن يكون زعلان مني. انا طلعت في برنامج من فتره مع الاستاذ جمال عنايد وقلت الكابتن عمر انا ابو جريشه عامل اغنيه 145 جنيه اتكلم على تدني المرتبات, وانا كنت عامل لشعبان عبد الرحيم اغنيه اسمها الصوره والكتابه امريكا واسرائيل قبل ما يضربوا العراق وبعد كده ضربوا العراق فعلا. والاستاذ طارق كان معانا الاستاذ سمير الجامل برضه مسكني هاجمني مهاجمه شنيعه ان انا فسدت الصبح والكلام بتاعهم, ومسك ابو جريشه ازاي دي اغنيه وده مستوى والبرنامج ده موجود كنا في قناه فرجي. انا مستغرب الاستاذ طارق كان بيعترض, انا كنت شاعر مع ممثل لما الاقيه زعلان من الاستاذ طارق ويتكلم عليه وحش من كتر نقده للاعمال الفنيه انتقاد لاذع. مرة واحدة لقيت الأستاذ طارق في السنتين الثلاثة الأخرى بقى موافق على كل حاجة، بعد ما كان معترض على كل حاجة بقى موافق على كل حاجة. حتة الاجتزاء اللي حضرتك بتقولها نجتزئ مشهد نجتزئ مشهد. في اليوتيوب كل المشاهد مبتدعة لوحدها. الناس بيقطعوا المشهد خارج اللي زي ده وبيصدروه على إنه مشهد جنسي بتلاقي مليون مشاهدة 30,000 مشاهدة. الاجتزاء كده كده موجود. مين اللي بيدي الفرصه ان المشهد يجتزا؟ اللي قائم على العمل الفني. ما انت فاتن حمامه كانت بتعمل لها مشاهد اغتصاب يعني كفايه فيلم الحرام مثلا, ومع ذلك لو اتعرض 100 مره الواحد مش هيتكسف ولا هيقول لبنت صغيره قومي يخش جوه نامي ولا هيقول حول ولا اي كلام من ده. ممكن تعمل المشهد ب 100 طريقه وبيوصل نفس المعنى اللي انت عايزه. انما انا بعتبر ان في ان برضه برجع لحضرتك تاني في حاجات كتير اتضح انها جزء من المؤامره اللي على الوطن العربي كله والدول العربيه عشان التدني بالذوق العام والاخلاق لادنى مستوى في المخدرات والفن والاغاني وبعض البرامج طبعا الايه زي برامج المقالب دي, واختيار بقى بعض الفنانين اللي هم مناسبين للمرحله. يعني تعالى ناخد واحد شبه الناس اللي في الشارع تلاقي ثلاث ارباع الشباب فعلا بيتكلم نفس تعالى ازاي كل واحد عنده 16 سنه يبقى لك شخص نجاح يتكلم لك كده على طول. كل الكلام ده جاي مع احترامي طبعا لمحمد رمضان لشخصه وحد محترم وانا بحبه, انما انا بتكلم على الشخصيه اللي هو مثلها عمل كل العيال اللي 15 سنه 16 سنه بيتكلموا بنفس الطريقه. اذا انت عليك يعني انت عملت قضيه عالجت بيها حاجه ما عالجتش بيها حاجه. انت زودت البله طين. انا رحت افتتاح فيلم حضرته لقيت كميه بلطجه في منطقه معينه كده جايبينها وكميه بلطجه بالسيوف وبتاع, كان الاستاذ محمود حميده بطل الفيلم ده. فانا وانا قاعد بتفرج قلت انا لو المكان ده يقولوا لي فين هروح ابلغ عنهم ولا اني اعمل فيلم كامل من اوله لاخره ضرب واكل وشنب ومطاوي وخلاص. يعني انت شايف المسلسلات فعلا يا اسلام تسوق لل لل للاسفاف والفسق والفجور والعنف والبلطجه؟ لا هو مش المسلسل, بالعكس انا شايف ان المسلسلات كلها اللي معروضه في رمضان اغلبها مسلسلات جميله جدا وبتقدم قصص جميله. طيب. انما المشاهد الخارجه اللي فيها وبعض الالفاظ
يعني عم محمد محمود عشان بقى راجل انا بحبه وصاحبي استاذ محمد محمود الممثل من الناس اللي انا بحبها والفيلم المسلسل انا شغال فيه لا انا اللي عامل التتر بتاعه نفسه. ايه لازمتها كلمه 50 مره يقول ايه يا ريتني كنت بليته يا ريتني كنت 20 مره تتقال في مشهد من المشاهد. ايه حاجه بايه هي تحساس او على الدور اللي هو عامله. وطبعا الفيلم اكيد مش الاستاذ احمد عبد الله اللي كاتبه اكيد هو اللي مختاره. يعني انت بتشوف انه يعني المسلسل احيانا يكون كويس جدا لكن لازم البهارات اللي هو 5-6 الفاظ مع مشهدين ثلاثة لإرضاء السوقية عند البعض. يعني في حد يقول لك كده ما هو في جو لازم اعمله. ده نقد فني. استاذ صفاء انتم معترضين على هاجمني كتير. اسلام فمن حقه. اولا انا مش يعني ما سمعتش كتير من اللي قاله بس اللي فهمته منه انه اقول لك انت دلوقتي موافق على كل حاجه. انا مثلا مسلسل زي الحلال من وجهه نظري مسلسل دون المستوى كويس ولكن مش معنى كده ان موافق على الاجتزاء بتاع الجزء الاخلاقي. لا المسلسل فنيا سيء. ده موضوع يعني تحكمه فنيا مش اخلاقيا يعني ما انا معترض عليه بس انا معترض على الاسلوب بتاع انه المشهد بتاع سميه بتاع الحمام هو ده نمسك فيه. لا ده تبقى هنا فبالتالي اعتراضي لا يزال قائما بس المنطلق مختلف كويس فنيا. اللي عايز اقوله في الاستاذ اللي اتكلمت قبل كده على موضوع البلطجه محمد رمضان لم يصدر البلطجه للمجتمع. عبده موتى 2012 هل قبل 2012 ما كانش فيه بلطجه؟ كان فيه بلطجه اكتر من اللي عملها عبده موتى. فما نقدرش نحمل. ممكن يبقى الفيلم نشوفه رديء ممكن مسلسل زي الاسطوره مسلسل تجاري فج والجمال كان عند جراند اوتيل الجمال الفني لكن ما اقدرش انكر انه الاسطوره عمل نجاح. مش معنى كده ان انا بقول انه احسن من لا بتكلم عن النجاح التجاري انه فعلا في مسلسل الناس كانت بتنتظره اكتر. احنا بنقف ضد الغلظه ضد التردي الفني لكن المنطلق ليس اخلاقيا بالمعنى المباشر ومش معنى كده انه الجمال او الفن ضد الاخلاق لا لكنها لا يقيم بالاخلاق. يعني ليس الجمال الفني مثلا لما تقول فاتن حمامه قالت لمحمود ياسين في الخيط الرفيع يا ابن الكلب هنا المشهد ده ممكن اللجنه الموقره تعتبره اسفاف. هو مش اسفاف لا مش اسفاف لا. لما تلاقي عبد المنعم ابراهيم خاتمه سواق الاوتوبيس نور الشريف يا اولاد الكلب بس ده في اشاره الى الفساد في المعنى هتلاقي حكايه عبد المنعم ابراهيم في بين القصرين اللي هو الاستاذ نجيب محفوظ وحسن الامام كل العمالقه دول بيقول له يا بابا يا ابن الكلب او يا ابن الكلب يا بابا لو اتكزقتها هي شتيمه لكن في الدراما تعدي عشان كده ماشي. هو ده الخوف من الاجتزاء لكن انا ضد وبحبك يا ابيض مثلا من ابراهيم لكن تمشي عادي تمشي تعدي تعدي وناديه لطفي زي القمر وهي ماسكه المخرطه ورقصه حلوه كل ده جمال فني ما نقدرش ما تلاقيش سوقيه وابتزاز خالص يعني في السياق الدرامي في فن لكن انا ضد السوقيه كنت ولا ازال لكن انا ضد التقييم الاجتزائي اللي هو يبص هنا المشهد ده في خمره لا في حد بيشرب مخدرات لا ده محمد رمضان ماسك سنجه لا يعني كل ده لا مش ضده يعني عايز اقول نشوفها على بعضها وما عجبناش العمل على بعضه مش جزء. طيب اسلام الف شكرا. بنشوف هنا برضو اجتزأوا في المجلس الاعلى الاعلام وقالوا انه ازاي واحد يقيم علاقه مع فتاه في العربيه ده في مسلسل هذا المساء. حلويتي ودورتي من ساعه ما جيتي من الاسماعيليه مش ليه القطه كانت لسانك ولا ايه؟ عايز نقول ايه؟ لا اهدي كده اهدي لسه بدري على رزق يا ابن الجزمة انت هتفك البتاع ده امتى؟ الدكتور قال لي 3 أسابيع عشان الجبس اللي اتعمل في المستشفى كتير 2 أسبوع كفاية
ما ينفعش، هو لازم 3 اسابيع وبعدين نعمل الاشعه، بعدها يمكن نحتاج اسبوع كمان. انا عارفه انك صبرت عليا كتير، بس زي ما انت شايف مش هينفع. بتخليني كده اشوف هينفع ولا مش هينفع. شكلي مش هينفع. انت غاضب ليه والدكتوره هدى غاضبه؟ هدى مش غاضبه. الدكتوره هدى ما قدرتش استاذ وائل. استاذ وائل انا هسمعك يا استاذ صفاء. ليه؟ ما هو في السياق الدرامي ولا مش ماشي في درامي؟ ايه درامي ايه يا جماعه؟ انا حاسس ان انا قاعد في لا ده حاجه يا جماعه. احنا في مصر. ايوه إيه؟ ما هي دي في مصر كده. هي مصر كده؟ فيها عمر مصر ما كانت كده. لا فيها كده. فيها عمر مصر فيها كل حاجه. فيها كل حاجه. فيها كل حاجه. فيها حضرتك وفيها الوادي الشمام وفيها كل حاجه. الشمام ده نسبته يعني انت بتخليه ان نسبه الشمام 80%، واخد بال حضرتك؟ نسبه الشمام دي ما تتعداش 1%. المفروض ان احنا نحط له طرق للمعالجه، نقول نعالجه ازاي. انما ده هيشوف من ضمن المعالجة. يعني جاي في العربيه وبتقول له اسبوعين، بقول لها طب خلينا اشوف. ايه ده؟ ايوه ماله أيوة بيشوف ده بيشوف ايه البضاعه فيها؟ شوف حضرتك ده استاذ صفاء، انت شايفه انه ده في السياق الدرامي ماشي؟ طبعا ده بيهددها وعنده ماسك عليها بشرفها. حاجه في وفي تانيين بيدافعوا عنها قاعدين في العربيه التانيه قادرين يشوفوا اللي بنقطع عليهم. واللي هيحصل انه في الاخر الخير ده في الاخر ايه؟ أيوة. بعد مش بعد الاخر يعني في هو ايه اللي حصل في الاخر؟ الاخر بعد الحلقه ال 30 يا فندم. بعد الحلقه ال 30 احنا لحد رجليها يا استاذ. ما فيش عري ده جبس. حضرتك مش ده جبس. عادل امام بيقول يمكن تديله بالقلم في الاخر. يعني عارف شمام ده شمام شخصيه شمام شخصيه واحد. واحنا دلوقتي خلاص احنا بطلنا ما فيش غير شخصيه الشمام. العمل فيه واحد سواق محترم وفي استاذه كويسه بتشتغل في حاجه. يعني العمل انت بتجتزئه مجتزئين حاجه من العمل. شايفه المنهج نفسه؟ ايوه المنهج. هاتوا مشهد كده وتعالوا نحاكم العمل من خلال مشهد. اي فيلم من افلام السينما العظيمه، الحاجات اللي احنا بنقولها، اي عمل لحسين عبد القدوس، لنجيب محفوظ، في مشاهد وحكايات طبعا بتتحكي. انما اجتزئها؟ طب ما هو ده اللي حصل، ان في فتره من الفترات كان عمال المطبعه طيب بيدخلوا يقطعوا اوراق ويشدوا. هل احنا هنوصل لكده؟ الاجتزاء ده يعني خطر يا طبعا أحمد. طبعا يعني يا فندم قلب حضرتك. قالوا له خطر الاجتزاء. ايهما الاخطر؟ هل الاخطر المشهد اللي حضرتك بتتكلم بتقول ايه؟ حضرتك الاخطر ان انا بعرض جزء من موضوع خدش للحياء وبيحض على الجنس والرذيله، تقول لي هو الموضوع ده خطر واحنا اللي غلطانين عشان اجتزلنا الموضوع ده، ولا هم اللي عملوا الموضوع ده او عفوا يعني او اللي صوروا المنظر ده؟ حتى الاستاف اللي قاعد يشوف امال يعملوا ازاي هو لو عايز يعبر عن يا فندم؟ ما كنا زمان بيعمل الكنكه بتاعت القهوه تفور يعني معناها مش عارف اعمل ايه. حضرتك النهارده لازم يبقى في ضوابط. احنا بنقول ايه؟ واخد بال حضرتك؟ وضع ضوابط ومعايير وضمانات للالتزام، واخد بال حضرتك؟ ومقتضيات، واخد بال حضرتك؟ والمقتضيات العامه للمهنه. حضرتك فين المقتضيات للمهنه؟ فين يعني افتكرت الموضوع اللي بيحض على يعني 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 ساعات والله انا ساعات ما يعني يعني عارف حضرتك انا بشوف الحاجات دي والله انا ما بتفرج على التلفزيون، والله ما بتفرج على نشره الاخبار والبرنامج بتاع حضرتك وكم برنامج كده، هم ده الوحيدين اللي بتفرج عليهم. طيب بس دكتوره هدى عملت التقرير ازاي؟ ليه اسالك بس؟ بس دكتوره هدى عملت التقرير ازاي؟ ليه اسالك بس في ده؟ كنت حضرتك ما هو الاجتزاء ده ما هو انتوا اجتزيتوا
طبعا. لو انا اجتزأت من انت بتحطني في منطقه الدفاع، انا مش لو انا اجتزأت من الدفاع. ثلاثيه نجيب محفوظ طبعا، من زقاق المداء حميده لما انحرفت، لو اجتزأت سطرين ثلاثه. انت تفترض حاجه وعايزني ادافع عن افتراضاتك، انا هتكلم عن اللي انا بشوفه. انت شفت مشهد في مسلسل فرقه ناجي عطله وهو بيقول للراجل الإسرائيلي اللي مراته بتخونه ومتصورة في الفيلم بيصر انه يتفرج للآخر، والراجل مجروح، بعدين بيقول له ايه بعد ما انتهى المشهد ده؟ ما ورهولناش، بس قال له عادل إمام بس يمكن تديله في بالقلم في الآخر، يعني دي سخرية مش كده؟ ففكرة إثارة الإشمئزاز هي دي القضية. يعني احنا شفنا فيلم الحرام ولم يحدث لنا هذا الإشمئزاز، ما شفنا مشاهد كتير، فما حدش يتهمنا ان احنا بقينا ناقصين في تقييم الأشياء ومستنيين المجلس الأعلى عشان يقوم بدور حضرة الناظر. لا، هي المسألة انه المجلس الأعلى يتحدث بصفته في اللحظة الراهنة، دخوله إلى المشهد ضروري وأساسي علشان الأشياء، لأن إحنا كلنا، إحنا الأربعة، إحنا الخمسة متفقين على معاني الأشياء، فلماذا جلسنا هذه الجلسة اللي خلت واحد مع واحد ضد؟ الحقيقة إننا متفقين على معاني الأشياء، والحقيقة إننا منشغلين وخلاف شديد، متفقين خالص، كنا متفقين بره، وأول ما دخلنا يعني جوه دخلنا اللعبة. انت ما بترجعي للسوسيولوجي، احنا متفقين. هم ضد الرقابة على العمل الفني من منظور اجتزاء او منظور اخلاقي. تخلينا رقابة، لسنا رقابة، احنا مع حرية التعبير وأعلناها كثيرا، لكننا لاحظنا، وهكرر كلامي تاني، لاحظنا ما أثار الناس فتحيزنا للناس. أيوة، دع أحدا لا يحدثنا بعد ذلك هذا قول باسم الأرجوك. موضوع الناس ده أنا تعليق صغير قوي، الأستاذة اللي اتكلمت وكانت بتحكي على الإعلانين، وأنا على فكرة قلت نفس الكلام اللي هي قالته في بداية كلامها، أنا افتكرتها، سعدت جدا، قلت الأستاذة هتقول إن الناس اللي بتتفرج الكلام ده، ما هو إن الناس اللي بتتفرج مش كلها زي بعضها طبعا. الأستاذة هي مختلفة عن الأستاذ، عنك، صح، عني، إحنا خمسة ومختلفين، فليه إحنا مفترضين أن المجلس الأعلى يتبنى أحد هؤلاء الخمسة؟ فلنفترض إن إحنا خمس أجزاء أو عشرة، ليه هو متبني وجهة نظرهم ومش سامع للجزء الثاني؟ أرجو تفكيك. إنه لما يقام أي عمل أو تقارير أو دراسة أن تقوم بناء على دراسة إقبال الناس على اللي قاله الأستاذ طارق لما قال إنه الأسطورة كان عليه إقبال أكتر ولا الجراند حياة، إن يتعمل قياسات حقيقية قبل ما نقول الناس عايزة كده، الناس رأيها كده، الناس ما بتتفرجش. طيب أنا بس في الكلام يعني يا جماعة، الدكتور هنا طارق بتقول إنه يعني منهج حماية المجتمع، يعني وايه اللي دعا كل ده؟ ايه اللي دعا لكل ده؟ انا شايف ان الصوره ابعد، انه في محاوله لتقييد حريات. أيه؟ طبعا مطلقه، طبعا في محاوله، اصحاب المصلحه يقولوا علينا كده طبعا. كل شويه بنلاقي، بس اصلا المصلحه يا استاذ صارم مش منتج، مش كل شويه بنلاقي ان الدائره، لكنه يتحدث باسم بتحدث باسمي فريق بمشاعر. لا مش بتحدث بمنطقي. اللي انا شايفه ان في محاوله لتقييد اشياء كتيره، بتاخد مسمى تنظيم لكنها بتبقى العمق فيها رقابه. التقرير اي مكان، راي حضرتك ان ده تقرير مبتذل مش مبتذل؟ التقرير اللي احنا شايفينه هو تقرير رقابي بحت. جميل. تقرير بيقول اوعى تفكر في اي حاجه، لان انا معايا اهو وشايف ان ده مشهد وده مشهد، اوعى تتكلم عن العري، اوعى تتكلم عن حد بيتعاطى، اوعى تتكلم عن العنف، اوعى تتكلم على 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 الانفلات، اوعى اوعى، لان انا معايا عصايا اقول لك ده غلط ده غلط ده غلط. فبالتالي النتائج شايف ده يؤدي الى ظهر في النهايه اللي هيجي يشتغل يعمل سيء جدا طبعاً. ومصر يليق بيها الحريه، والمبدع أيوة. المبدع المصري انا اثق فيه جدا. صحيح في مزيفين كم من الجرائم ترتكب باسم الحريه؟ لا طبعا في مزيفين، كم من الجرائم؟ لا عشان مفهوم الحريه لازم يكون. طب ما هيقول لك الحريه المسؤوله، وكلمه ما اول ما يضيف لك المسؤول تعرف ان هو هيبتدي، اول ما تقول هو المسؤول تبقى ناوي على الجرائم اللي بتستخدم منفلت باسم الحريه، يقول لك ده الحريه. اذا كان التقرير
كلنا بنناقش يا جماعة. طيب. التقرير فيه كلمة الإسقاط السياسي ومعتبرها إنها عيب، فإيه العيب فيها؟ لا لا أحد لا القواعد لا الدراما. لا طيب. لا لا أحد نشوف مشهد تقبيل النحاس باشا، وده موجود في التقرير. ليد الملك فاروق، وانا بتكلم مع الاستاذ وحيد حامد، يعني بسال، هو في جدل يا جماعه، صحيفه الوفد مثلا تشن حملات شديده على المسلسل بسبب هذا المشهد. الاستاذ وحيد حامد استند الى شهاده حسين سري باشا اللي شاهد بان مصطفى النحاس قبل يد الملك فاروق. قطاع كبير من المؤرخين بيشوفوا لا، بالعكس، الملك فاروق كان لا يحترم ولا يخشى إلا النحاس باشا. وبالتالي هنا في خلافات، لكن هل من حق أي صانع عمل فني أنه يقدم رؤية استنادا لمذكرات، ومن يعني ممكن حد يتناول حادث 4 فبراير مثلا الذي جاء فيه النحاس باشا لرئاسة الحكومة على يد الإنجليز أو بأسنة رماح الإنجليز كما قيل، يعني ممكن البعض يتعامل معه لانه دهاء سياسي، وممكن البعض يتعامل معه لانه قبل بوصايه الانجليز يعني وبتدخل الانجليز. كل حد ممكن يتناول التفسيرات السياسيه المختلفه، لكن ده جاء في التقرير ان هذا المشهد لا يوجد له اي خلفيه وثائقيه. مبروك ثقة الناس فيك يا نحاس باشا، إن شاء الله تحقق لهم كل اللي يتمنوه. جلالة الملك، قبل ما أتكلم في أي شيء، أنا لي طلب عند جلالتك ولا يمكن أتنازل عنه مهما كانت الأسباب. خير يا باشا، تفضل. أنا عايز جلالة الملك يأذن لي بتقبيل يده الكريمة تأكيدا وتعزيزا لولائي للعرش وللملك فاروق. عفوا يا رفعة الباشا، عفوا. طب يعني انا لسه هسال، انت فانت انفعلت يعني تخيل يعني حتى ترتيب سياق الحديث، ترتيب سياق الحديث، واحد عايز يقبل ايد يقول له انا ليا عندك طلب فعايزك تسمح لي، وهو رايح يبارك له عايزك تسمح لي ان انا هنيه ويميل يبوس على ايده. مؤلف العمل الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد استند الى شهاده شخصيه سياسيه بارزه. ممكن تختلف معاه بس لا تجرمه. عفوا يعني انا شخصيا اختلف عن المشهد ده. يا فندم انتوا هدمتوا القدوه. يا فندم انا لما اشوف كده يعني انا صدقني انا ارفض المشهد. معلش هقول بس كلمه واحده، انا برفض المشهد ده لانه النحاس باشا في السياق العام احس انه مش هيقبل ايد الملك. حلو، لكن يظل هنا ما مش ممكن اقول ان وحيد حامد عايز يضرب حزب الوفد او انه ضد الوفد، لا، اقول ان هو اختار يعني انحاز لمؤرخ، انحاز لشهاده دون غيرها يعني. في شهادات متناقضه ثاني ده ممكن زي حكايه جمال عبد الناصر. حضرتك بقى قناقد، حضرتك قناقد لما تشوف حاجه زي كده ماشي فنيا هتقدر هتقول فنيا الكلام ده. المشاهد بقى يقول ايه برضه؟ هيقول زينا على فكره. لا ما هيقولش زيك. لا حضرتك متخصصه. لا 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 لا, 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 لا. حضرتك متخصصه. انتوا كده ده بيتم هضم القدوه بتهدم. انتوا يعني خد بالك، بوس ايد الملك في المطلق ما كانش عيب يعني. ده مش عيب. ايوه، لكن احنا عندنا صوره ذهنيه عن نحاس باشا من خلال تراكم قراءات انه مش ممكن ولا هو حزب الوفد ولا يعمل كده. وفضل النحاس باشا حتى لغايه الستينيات وهو محبوب. انا عايز اقول لك بعد قيام الثوره النحاس باشا كان يشكل في الضمير الجمعي حب له طبعا. يعني دي حقيقه. ولما مره تغنت غنوة يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى، قالوا انه كان يقصد مصطفى باشا النحاس. مصطفى باشا النحاس بالمناسبه. يعني عايز اقول انه فضل هذا الرجل بعد قيام الثوره له مكانه ومعزه. وحيد حامد ممكن وحتى تاريخه على فكره طبعا بديهي. انا بتكلم على بعد ثوره 52 بعد ما ازاحوا الوفد وازاحوا الاحزاب وكلها. اللي عايز اقوله ان ممكن تختلف مع وحيد حامد ليه عمل المشهد ده، لكن ما يبقاش في تقرير، لان هنا المساله نسبيه وجدليه. وحيد استند لمؤرخ، وفي بعض المؤرخين جابوهم واكدوا الواقعه، هناك اخرون قالوا لا دي واقعه مختلقه وكان مقصود بيها ضرب الوفد وضرب النحاس باشا. ازاي ده يعني علاقه ده بالتقرير؟ ملوش علاقه. لما يجي وحيد حامد يتكلم عن ان عبد الناصر له ميول اخوانيه او حاجه، ايه علاقته لو اتعمل بعد كده؟ انه في ناس منهم رفعت السعيد وده قامه كبيره قال انه عبد الناصر وخالد محي الدين اقسموا على المصحف
وعلى المسدس بالولاء للاخوان. ممكن يكون شهاده بس هو كان معاه الدكتور رفعت وقال ده من باب الدهاء السياسي واللعب بالقوه بالاخوان. ايوه يعني كل حاجه كل حاجه ما هي حيويه نقاش، لكن هنا لكن مفيش اتهام، الحكم على مشهد والاتهام لا يعني. طيب انا ضد دكتوره هدى، انت في اللي قلتي انه يعني هنلاقي في ده مشهد كنموذج لمشاهد، بتشوفي كمان ان ده من اللي انت قلتيه اللي هو فكره تشويه رموزنا يعني من عرابي وانت ماشيه؟ لا انا تشويه عرابي كنت باشير مش لمسلسل، كنت باشير لاعلامي اكد عده مرات انه حادثه مواجهه ده عرابي. ده زميلي ابراهيم عيسى ده وجهه نظره. انا موجوده في التاريخ في ناس بتقول لا يعني ما موجوده يا جماعه. ايه لا طب خليني اتكلم بقى في الحته دي. في ناس حتى الان بتقول جمله سعد زغلول مفيش فايده لا وجود لها، وبتقول جمله ماري انطوانيت الشهيره لو مش لاقين ياكلوا عيش ياكلوا جاتوه. خلينا اولا حضرتك بتقول الكلام ده، احنا بنقول ده مستوى تاني غير المستويات مناقشه الاستاذه صفاء والاستاذ طارق، في مستوى اخر اسمه وده احدث كتبهم تناقض المؤرخ. الماضي نهب لكل من يريد ان يؤرخه من وجهه نظره، ما فيش حاجه اسمها التاريخ كده يعني حادثه بكاميرا، حتى الحادثه اللي بكاميرا انا احكيها وانت تحكيها من الزوايا اللي شفناها ومن ثقافتنا اللي بصت عليها. لكن في اللحظه المهمه بقى زي ما قالوا لقد بنينا من الأخبار والحكاوي الملفقة دقينا بالنص، دخلنا معمل التاريخ وقمنا بتبخير الحواديث والفولكلور لتصعد النزعة القومية. في اللحظة الراهنة يقوم إعلامنا بدفع النزعة القومية إلى أسفل وإلغاء الذاكرة وممارسة النسيان الجمعي عشان يطلع لنا شباب ما عندوش ريحة الانتماء. قضيتك الانتماء مش كده، تقعد تعالج بقى الانتماء وما حدث فيه من امراض. الانتماء يموت والوطنية تموت والنشيد الوطني في المدرسة يموت و 1250 اغنية وطنية ممنوعة من سنة 1978 لغاية اللحظة دي، وتقولي ان السجل التاريخي ما حصلش فيه نحر وحقن السم النائع في الذاكرة ما حصلتش. إذن الأمر جدير بأن نأخذه ليس بهذا الاستخفاف علشان نقول الناس بتختار، لا الناس بيبعد عنها معرفة معينة وبتدفع إلى مسالك معينة وفي النهاية تدفع الأجيال الثمن. نحن ندافع عن أجيال جاية في المستقبل والماضي لازم نقدمه لهم كما ينبغي أن نقدمه، وإلا نعالج الأمور بهذا الاستخفاف. لا الجمهور عايز كده، الجمهور كان بيتثقف أفضل من كده، كان بينفعل بما هو أعلى من كده، وما تبقاش قضيتنا الاستخفاف ومعالجة الأمور الخطيرة باعتبارها أمور. طيب الجزء الأخير بس برامج المقالب بقى. ده طبعا انت بتشيل انت هنا تتحسس مسدسك بقى، اذا كان انت في المسلسلات امال برامج المقالب بتشيل مسدس بقى وتهوب على برامج ولا بتعمل انت ايه؟ انت عارف حضرتك جاتني معلومه غريبه كده او حاجه غريبة. لقيت فيه ممثل هندي جايبينه شاروخان خد كتب فيها الاستاذ طه خد 400,000 دولار في الحلقه، وفي نفس الوقت في نفس الحلقه عمالين الاعلانات عشان مستشفى السرطان اتبرع بجنيه واخد بال حضرتك. ده يعني احنا هل النهارده يا جماعه مصر ما تستحقش منا ان احنا حتى لما نقدم حاجه هادفه؟ هم الممثلين في مصر يعني انا برضو بستغرب الدراما ماشيه في سياق غريب. لا ده برامج انسى الدراما يعني خلينا على البرامج يعني ماشيه في سياق غريب. لا ما هي داخله لانه زباين برامج المقالب معظمهم من الفنانين. فانت شايف ان وشوف بقى حضرتك مثلا احدى الفنانات لما تطلع تقول بقى الفاظ واحنا بتعمل بلاش عشان في تصوير، هو احنا بنعمل فيلم بونو؟ ايه ده؟ ايه وصلنا لدرجه بورنو ايه بورنو. هو احنا بنعمل فيلم بورنو؟ مفيش مشكله، ما اللي يسمع. ايه ده لما حضرتك عفوا يعني يتقال ابوك ولا مؤاخذه يعني وامك وكلام بيبقى في صفاره في الشغاله. صفاره مين هم خلوا فيه صفاره؟ ده احنا خلاص واخد بطلنا يعني انا مش عارف يعني احنا بنحاول نسد ودنا التقرير اتحدث عن برامج المقالب وتحدث عنها بحده يعني
وخاص بالذكر برنامج رامز جلال وبرنامج هاني رمزي. لا مش ممكن. كان تم تقديم عد تم هنا تم تقديم عدة بلاغات رسمية ضد العمل. البرامج أيضا كان لبرنامجي رامز تحت الأرض وهاني هز الجبل النصيب الأوفر من كم التجاوزات التي رصدها المجلس ضد برامج التسلية والفكاهة الرمضانية لما يحتوياه من كم من هائل من الشتائم والتجاوزات اللفظية الفجة من ضيوفهم بعد التعرض للمقلب الذي يدبرونه، إلى جانب اتهام البعض لرامز جلال بالإساءة لسمعة مصر بعد أن تم عرض حلقات لنجوم عرب وعالميين مثل الشاب خالد وشاروخان وهما يظهران الاستياء الشديد والإصدراء الواضح لرامز ومقلبه ومقلبه السخيف. يعني على اعتبار أن رامز كان بيشد شاروخان من رجليه. هل رامز يعني هل رامز هو يمثل مصر؟ ايوه يعني رامز يعني رامز مواطن انت مواطن مصري لكنه لا يمثل. انت معترض على فكره الاساءه لسمعه مصر عشان رامز اتشتم من شاروخان؟ هل هند هل شاروخان بيمثل الهند؟ لا، البرنامج مدبر كلها متفق عليه، وكيفيه اختطاف الاتوبيس وكيفيه اختطاف الحاجات دي كلها، وكيفيه ان البنت ترجع بريجنان ترجع كل يعني ما يعني انت بتتفرج بقى ده يعني زبطنا. لا والله 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 ما بتفرج ده، انا يعني قلت لحد قبل ما اجي بس يعمل لي تقرير كده ابص اشوف الدنيا فيها، انما اتفرج ازاي يا استاذي؟ من سنتين قال الفنان اشرف زكي هنا في البرنامج ده وهاجم البرنامج بتاع رامز رمضان قبل الماضي. رمضان الماضي كان أشرف زكي بيصور نفس البرنامج مع رامز. انت هنا امام حد ناس بتلعب. انا المقالب دي انا كمتلقي ما بتعجبنيش، دمها تقيل، لكن ما اقدرش انا كطارق لكن ما اقدرش انكر ان لها جمهور كويس. دي حاجات دي بتعلم الناس حرفيه الاختطاف وحرفيه فين الاختطاف السلاح. لعبه ثقيله لكن لها جمهور. انا اكتب عنها مقال اقول ايه 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 ما لا وهو الحق يلعنونها ويشاهدونها. يعني هو البرنامج الاول في نسب المشاهد طبعا اكتر برنامج ويجيب اعلانات ويجيب بتاع، انما هو بالنسبه لي برنامج سخيف لكن ما اقدرش انا عشان هو يعني سخيف يعني عشان هو عشان هو اقول سمعه مصر عشان ايه سمعه مصر ان الشاب خالد اتخانق مع رامز كذا. هل الشاب خالد هل ولو رامز اتخانق مع الشاب خالد يبقى احنا بنسيء للجزائر؟ ما ينفعش يعني. او لو رامز رد على شاروخان يبقى بيشتم الهند؟ يعني ادخال مساله سمعه مصر. انا شايف انه المجلس الاعلى للاعلام مع كل احترامي له كان لازم يفكر مرتين ايه علاقه سمعه مصر ببرنامج. ايه العلاقه؟ ما فيش علاقه. لكن احنا على طول ده اللي انت شايفه طبعا. ايه ده اللي انت شايفه؟ انت شايفه تعبير سمعه مصر دقيق وانه نعم. انا ملاحظه ان احنا مش ماسكين كل اصطلاح ومتفقين على معناه، وده بيخلي بقى الصدامات تحصل كتير. يعني علينا ان نتفق على معاني الاشياء لكي تصبح المناقشه جوهريه. لا يعني في اعمال فنيه سيئه يمكن ان تسيء لسمعه مصر في برامج مقالب. لسه محمد صبحي قايل لنا يا كل العرب بيقولوا لي نساء مصر عائرات. الاستاذ محمد صبحي على عيني وعلى راسي مش لسه قايل الكلام ده. بس مش معنى كده ان هو ده الراي الوحيد. لا مش هو رايه محترم وانا واحنا اصدقاء وبحب اراءه، لكن يعني هل الناس هتحكم على مصر انه كلها فول ويقول لك مصر قدره وراقصه؟ مش ممكن، لان الناس ما هي مصر معروفه وموجوده في افلام فيها وفي افلام فيها حاجه تانية وهكذا. فمصر مش هي نقدر نجتزئها في فيلم ويقول لك كده بقت المصريات. لا دي دي, دي 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 حاله دراميه برضو على فكره. الكلام ده من وجهه نظر حضرتك سائده، كلمه سائده دي مهمه قوي. ده الكلام ده السائده المروجه باستمرار هي التي تدفع بالناس ان يروك من خلال دراما اللي انت بتقدمها. لا ما لا الشخصيه المصريه شخصيه لها قيمتها واحترامها، ومش فيلم او غنوه او مسلسل او حتى مقلب هيبقى خلاص بقى كده. هذا ما أصبح فولي عايزة أقصد هذا الإنتاج الغربي. عايزة تعلق اتفضلي اتفضلي. عايزة أعلق على حاجة بس. هنا التقرير عمال رصد. أنا عايزة أسأل الدكتورة هدى. إحنا لسه ما حللناش يا سيدتي. أنا لسه بكمل بشوف أنت قطعتيني إزاي.
يعني الرصد ده بقى يعني هتعملوا ايه بقى؟ تذبحوهم ولا في 200,000 جنيه؟ لا ده ولا مننا يعني يعني ايه تذبحوهم؟ ما هو ده انت بتقولي كلام خليني اخده بجديه. ايوه فما تقعديش تسخري وتستخري. لازم اسخر لان لانه انا برضه من الاول عشان احلل. طب ما ينفعش تستخفي بكلام اللي حاكم نجيب يعني محفوظ بتقصد مش بما. اللي ارهب نجيب محفوظ وحط خنجر في رقبته عمل ازاي اللي انتوا عملتوه؟ لا لا هو لا شاف لا لا انه لا لا هو لا شاف لا لا انه لا لا في ايوه ايوه هو شاف انه لا لا أيوة تحتفي بينا أيوة أيوة وتقدم لنا أيوة كل الحفر عشان يسقط المجلس فتظل النخبه والمجلس عامل ايه ده حاجه طيب يعني بس ما اصل كمان تصوير المجلس الاعلى للاعلام لا انا بتكلم على وكانه عجب بالسكينه التي ذبحت نجيب محفوظ مش التي ما هو ده يعني تعبير ما يعني ممكن اقول ده كلام مكتزأ غير يعني مش مدروس ممكن يعملوا الناس يعني ناس ثقافتهم انا مش عايزه يعني بجد الواحد ماسك نفسه انه يقول يصف من وضع هذا التقرير ناس لم تشاهد كل الاعمال بتركيز لم تجد ما عشان كده سموه التقرير الاول لم تشاهد الاعمال لم اصدروه يبقى مسؤولين عنها لا 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 هو بيرصم عشان يبتدي يشوف في فرق بين الرصد يعني انتوا ماشيين على التقاعد دكتور عودة عادل شايفه ان دي محاوله لارهابكم يعني انتوا جايين تذبحوا المبدعين الفنانين الفن الحقيقه احنا بدات القصه معانا من اول اعلان اسامينا يعني الناس مستنيانا علشان هي ماسكة الأسلحة التقليدية التي لا تؤتي شيئا يعني نخبتنا بتقعد في القهاوي وتتكلم عن شعبها باعتبارها عارفة وهي تجهله ولا تعرف مثل شعبي واحد ولا تدرس هذا الوطن إنما بتقعد في البرج العاجي عشان الناس تروح ترفعها على الأعناق وتهتف باسمها فتكون النتيجة إن الشعب هو اللي بيرفض النخبة وبيطالب بينا باعتبارنا احتياج ثقافي فكري سيقوم بمساندة شعبه قول فصل طيب استاذ طارق في تعليق اخير يعني انا شايف بقى النقاش بس تطرق في طبعا. الاخر انا عايز اقول استاذ صفاء بتعتبر ده سكين لذبح الفن لا يختلف عن سكين نعم ذبح نجيب محفوظ ما عندي هنا الدكتوره بتقول احنا عصا المجتمع وده محاوله لترهيبنا وتخويفنا يعني انا اول كلمه قلتها على التقرير مش على المجلس ان دي خمسه فرفشه انا اللي قريته بالنسبه لي مساله مضحكه جدا ممكن اخدها من باب السخريه والضحك كل اللي حصل وان المتفرج لو شاف حاجه هياخد له بس ده اجراء جاد التقرير ده بمثابه لا أنا اجراء بالنسبة جاد لي يعني أنا بالنسبة لي المجلس اعلى الاعلام ان شاء الله تقول عليه نكت وانت قاعد على القهوه انا ما بقعدش على القهوه لا ما بيقعدش على القهوه الاستاذ بمعلوماتك يعني بس بغض النظر حتى لو قاعد على القهوه ناس محترمين بس انا ما بقعدش على القهوه الاستخفاف لهم كل لا انا رايي ان ده خمسه فرفشه مجرد حاجه كده بنقدر نتكلم عليها لكن الجديه لا ده هيطبقوا عليه عشان كده لازم نعامله بسخريه يجب ان يبقى سلاحنا فقره مكمله للدستور يبقى احنا سلاحنا السخريه ايوه عشان الناس ترتبك وتخاف يعني تطلع لنا من الذره وتقول لنا فيبقى كل واحد هو بيكتب الان وباصص عليكم مش باصص على مين اللي في الدورة ولا على المجتمع لا احنا مش باصين غير على ناس ضعاف مش قادرين ينفذوا الى الخطاب الاعلامي ولما اللي بينفذ الخطاب الاعلامي بيستخدم سلطته في تشكيل وعيهم احنا مع هؤلاء الضعاف حتى لو وجهتوا لنا كل ضرباتكم نحن مع الضعاف الى ان يصبحوا اقوياء ما حدش يقول ان هو بس مع الضعاف يعني وهو فقط اللي مع الضعاف هو بس اللي مع الشعب قدامك يا استاذ طارق المواطن العادي اللي خارج الساعه 5 الصبح يشتغل بيطلع قدامك بصفتك نخبه لا مش هو مش فاضي ولا معترف بيها ولا مش فاضيلك ولا هيرد عليك محدش هو يعني. هو رايح يكافح الصبح ولا يجد من يتحدث باسمه ما حدش يقول انه بيتحدث ولا انتوا هتتحدسوا باسم الناس طيب. ولا انا بتحدث باسم الناس في كلمه طيب. اخيره في كلمه اخيره هذا تقرير لا يليق بمسمى المجلس الاعلى للاعلام طبيعي ولا من الاسماء اللي بعضها الدكتوره اللي هي عندها بس خلينا نؤكد على حرصنا على الحفاظ على المظله استخدمي بقى ادوات خاطئه مقاييس خاطئه لكن يعني لا. هنا المجلس الاعلى للاعلام لابد من وجود هذه المظله ان دكتوره هدى بتقول واضح انه هدفكم اسقاط المجلس انا ماليش دعوه انت عايز تسقط المجلس انا ماليش دعوه بالمجلس انا مش في الاعلام ومش شايف ان المساله ضروريه ايوه طبعا مفيش خابه
في نقابة صحفيين وفي نقابة اعلاميين طيب. طلعة والمجتمع إيه جملة تانية، المجتمع واعي، انا مش مع المجلس ومش غلبان ومش محتاج حد يسأل عليه غلبان يحنو عليه. طيب هل شايف انه سكين التقرير اشبه بسكين لا يختلف عن السكين التي ذبحت نجيب محفوظ، ولا شايف انه المسلسلات نفسها سكين يذبح المجتمع؟ ده حق يرد به باطل. اولا احنا بصراحه يعني انا طبعا كلنا نرفض حاجه زي كده، ان المسدس يتصوب للفنان القدير نجيب محفوظ. انما حضرتك النهارده لما بنقول على فقره مكمله من فقرات الدستور وبقولها للمره العاشره واخد بال حضرتك، ما يبقاش ده استخفاف او ان دي عصا او ان ده كذا. احنا النهارده عايزين كده. لو انا الحاجه الغريبه اللي انا مش متخيلها ابدا، ان انا ما كنتش اتمنى ابدا ان الاستاذ طارق قناقط انه يقول الكلام ده. انا اي كلام انا قلت واخد ده، انا ضد القبح وضد الغلظه. انت حضرتك ضد القبح وضد الكلام ده واخد براحتك، بس حضرتك قلت الكلام ده واخد براحتك معانا بره، ما قلتوش هنا. انت ما قلتش هنا كده ان انت ضد القبح وضد الغلظه. انت لا بتفرج على برامج ولا مسلسلات. لا لا اسمعني بس، لا 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 لا، انت قلت الكلام ده معانا بره، ما قلتوش معانا على الهواء هنا. لا استاذ طارق، انا قلت ان انا ضد المسلسلات دي من الناحيه الفنيه ضد. طيب الراجل نفسه يشوف مسلسلات مع اسرته يا استاذ طارق، ما هو مش هيرضى. ما فيش مسلسل هيرضيه. طيب. لا ان شاء الله في حاجه تعملوها. اشكركم جميعا على مدى حلقتين ناقشنا اول تقرير يصدر عن المجلس الاعلى للاعلام المنوط به تنظيم الاعلام والتاكيد والحفاظ على ميثاق الشرف الاعلامي، ما بين مؤيد ومحتج، بين من يتعامل مع التقرير على انه سكين لذبح الفن والابداع، وبين من يتعامل معه على أنها مظلة حماية وطوق إنقاذ للمشاهد من الإسفاف والانحطاط حسب قوله. غدا هنكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.